السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم معيدة دينا مصطفى من قسم محاسبة. ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني من المراجعة النهائية لمادة قضايا معاصرة في المراجعة وحوكمة الشركات. هناخد فيه الباب الثاني اللي هو المعاينة الإحصائية في المراجعة، وده اللي مقرر عليكم فيه الفصل الأول اللي هو المعاينة الإحصائية في مجال اختبارات الالتزام بالإجراءات الرقابية. نسترجع مع بعض محتويات الفصل. احنا اتكلمنا في المحاضرة وهنتكلم ونشرح تاني في المراجعة النهائية النقاط دي. اول حاجة اللي هي مناهج المعاينة، زي ما خدنا ان احنا عندنا منهجين في المعاينة، عندنا معاينة احصائية ومعاينة غير احصائية، او ليها اسم تاني اسمها المعاينة الحكمية. تاني حاجة هنقول مع بعض ايه هي مزايا استخدام اسلوب المعاينة الاحصائية. احنا زي ما قلنا ان الفصل ده هيركز على المعاينة الاحصائية. تالت حاجة هناخدها مع بعض ايه هي مسارات المراجعة، او ليها اسم تاني ممكن يسألك فيه ايه هي اشكال المراجعة. عندنا مسار مرئي وعندنا مسار غير مرئي. طيب رابع حاجة عندنا اساليب المعاينة الاحصائية شائعة الاستخدام. عندنا 3 اساليب، اول حاجة معاينة الصفات، تاني حاجة معاينة متغيرات، تالت حاجة معاينة الاستكشاف. خامس نقطة هناخدها تقسيم الاخطاء، وعندنا نوعين من الاخطاء، اول حاجة اخطاء اسمها اخطاء المعاينة، تاني حاجة اخطاء غير المعاينة. بعد كده الفصل هيبقى فيه كلام عملي شوية، اللي هو هنعرف منه ازاي بنحسب حجم العينة، وتاني حاجة اللي هو ازاي بنسحب العينة، بنسحب مفرداتها، تالت حاجة ازاي بنفحص مفردات العينة اللي احنا سحبناها، اخر حاجة ازاي بنقيم نتائج العينة اللي احنا فحصناها في الخطوة اللي قبلها. هنراجع مع بعض دلوقتي على محتويات الفصل ده قبل ما نحل الأسئلة. طيب أول حاجة عايزين نعرفها يعني ايه أصلا كلمة معاينة. أما نيجي نعرف المعاينة لازم نسأل نفسنا سؤال، هل دلوقتي احنا كمراجعين تفتكروا المراجع لما بيروح يراجع الشركة، هل هو بيراجع كل الحسابات وكل المعاملات اللي حصلت في السنة المالية بتاعت الشركة دي ولا لأ؟ الإجابة طبعا لأ. المراجع لما بيجي يفحص او يراجع الشركة بياخد جزء بس من المعاملات ومن الحسابات دي بيراجعها وبيفحصها، والنتيجة بتاعته بيعممها على بقية المعاملات والحسابات. طيب ماشي، احنا دلوقتي قلنا ان احنا لما بنيجي نراجع المراجع بياخد جزء بس من المعاملات والحسابات دي. طيب الجزء ده احنا بنسميه عندنا في المراجع بنسميه عينة. طيب احنا قلنا ان ده عينة، طيب امال كل بقى الحسابات وكل المعاملات دي بنسميها ايه؟ بنسميها مجتمع المراجعة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان كمراجع لما بيروح الشركة يلاقي كل الحسابات الرقم الاجمالي ده بيسميه مجتمع المراجعة. طيب هو بياخد منه جزء علشان يراجعه، الجزء ده بنسميه ايه؟ بنسميه عينة المراجعة. طيب امال المعاينة دي بقى جاية من ايه؟ المعاينة دي معناها جاي من مصطلح العينة. يعني انا دلوقتي احنا قلنا ان احنا بنراجع او بنفحص عينة، يبقى ده هو المعاينة. يبقى المعاينة عرفنا من اسمها كده معناها ايه؟ معناها ان احنا بنفحص عينة من المجتمع. طب يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه معاينة. طب هنا بيقول لنا اول حاجة ان بتتطلب المراجعة الاختبارية تطبيق منهج المعاينة في اختيار المعاملات التي سيتم فحصها. طيب احنا هنا زي ما قلنا ان احنا في المراجعة احنا بنطبق منهج المعاينة، يعني احنا مش بنروح الشركة بنعمل فحص شامل لكل الحسابات وكل المعاملات، لا احنا بنطبق منهج المعاينة، يعني احنا بنختار عينة بنراجعها. يبقى احنا هنا لما بنيجي نختار المعاملات بنطبق المعاينة ان احنا بنفحص عينة بس. طيب بيقول هنا تاني حاجة ان بيتضمن هذا المنهج استخدام اما المعاينة الاحصائية او المعاينة الغير احصائية. يعني هنا بيقول لك ان منهج المعاينة ده ليه مدخلين، اول حاجة منه اللي هو اسمه المعاينة الاحصائية، طيب تاني حاجة اسمها معاينة غير احصائية، او ليها اسم تاني اسمها معاينة حكمية. هنعرف مع بعض يعني ايه معاينة احصائية وغير احصائية. طيب تالت حاجة هنا مهمة بيقولها، ان هنا بيقول ان معايير المراجعة المتعارف عليها سمحت للمراجع ان هو يختار اي من المدخلين اللي هو هيتبعهم في عملية الفحص وعملية المراجعة بتاعته. يبقى هو دلوقتي المعايير سمحت للمراجع
ان هو هيشوف هيتبع المعاينة الإحصائية ولا هيتبع المعاينة الإحصائية وهو بيفحص العينة بتاعته. طب يبقى احنا هنا عرفنا يعني ايه معاينة، وعرفنا ان ليها مدخلين إحصائي وغير إحصائي، وعرفنا ان المعايير بتسمح للمراجع ان هو يختار ان هو يستخدم اي مدخلين في دول. طب احنا هنا لازم نعرف هو احنا خلاص كمراجع عرفت انا هستخدم ايه. طيب هستخدم منهج المعاينة، طب انا هستخدمه بقى في ايه؟ لازم ان احنا نبقى عارفين ان احنا كمراجعين بنستخدم اساليب المعاينة في نوعين من الاختبارات. برضو حاجة مهمة، انت كمراجع انت بتروح للشركة مش اول ما بتروح على طول بتاخد الحسابات بتاعتها والمعاملات وبتفحصها، لا احنا بنعمل اختبارات تانية قبل ما بنشتغل في شغل المراجعة الاساسي بتاعنا. اسمها ايه الاختبارات دي؟ اسمها اختبارات الالتزام بنظم الرقابة الداخلية. طيب يعني ايه اختبارات الالتزام بنظم الرقابة؟ عايزين الاول نعرف ايه هي نظم الرقابة الداخلية دي. نظم الرقابة دي اللي هي عبارة عن كل الإجراءات والنظم والقواعد اللي الإدارة بتحطها علشان تحكم وتنظم الشغل عندها في الشركة. يعني بتعمل الإجراءات دي، بتبقى الإجراءات دي بتحكم الشغل بتاعهم. يعني هنا دلوقتي الموظفين لازم ان هم يلتزموا بالإجراءات اللي الإدارة حطها علشان تنظم وتحكم الشغل بتاعهم. يبقى احنا هنا الاختبارات اللي احنا المراجعين بيعملوها بيشوفوا هل فعلا نظم الرقابة اللي الإدارة حطاها دي هل هي فعالة ولا لأ. يعني ايه فعالة؟ يعني هل الموظفين والعاملين في الشركة هل هم ملتزمين بيها وبيطبقوها فعلا، ولا هي مجرد إجراءات مكتوبة ومحطوطة في شكل صورة كده وخلاص. طب يبقى احنا هنا عرفنا ان اول اختبارات عندنا المراجع بيعملوها بيشوفوا هل نظم الرقابة دي الموظفين ملتزمين بيها ولا لا. يبقى احنا هنا بنستخدم المعاينة علشان نقدر معدلات الخطأ. طب يعني ايه معدلات الخطأ؟ نشوف هل الموظفين دول عندهم اخطاء، يعني هل في انحراف عن نظم الرقابة في اداء شغلهم. يعني ايه برضو؟ يعني هل هم خرجوا عن النظم دي وهم بيأدوا الوظيفة بتاعتهم ولا لا. يبقى احنا هنا في الاختبارات دي المعاينة بتساعدني ان انا اقيم فعالية اجراءات الرقابة، هل هي فعالة فعلا ولا هي مجرد اجراءات مكتوبة بس. طيب تاني اختبارات عندنا، احنا خلاص عملنا اختبار لنظم الرقابة. تاني حاجة عندنا بنشوف بقى الاختبارات الأساسية اللي هي اسمها اسم تاني اختبارات التحقق. طيب الاختبارات دي اللي هي ايه؟ ده بقى شغل المراجع الأساسي اللي هو هنا المراجع بيستخدم المعاينة علشان يقدر قيم الأرصدة والمعاملات والحسابات بتاعة الشركة. يبقى احنا هنا عرفنا 4 حاجات مهمة في السلايد دي. أول حاجة ان احنا عندنا بنطبق منهج المعاينة، ان انا لما باجي افحص المعاملات بتاعتي بختار عينة بس اللي انا بفحصها والنتيجة بتاعتها بعممها على بقية المجتمع. تاني حاجة ان منهج المعاينة ده ليه مدخلين، معاينة احصائية وغير احصائية. تالت حاجة ان المعايير بتاعت المراجع سمحت للمراجع ان هو يختار هيستخدم اي من المدخلين دول. واخر حاجة عرفناها ان المراجعين بيستخدموا اساليب المراجعة في اختبارات الالتزام بنظم الرقابة والاختبارات الأساسية. طب بعد ما عرفنا يعني ايه كلمة معاينة، وعرفنا ان المعاينة دي ليها مدخلين اللي هو عندنا مدخل او منهج المعاينة الإحصائية، والمنهج التاني اللي هو المعاينة الغير إحصائية او ليها اسم تاني اللي هي المعاينة الحكمية. طب عايزين نعرف بقى ايه الفرق بينهم. هنبدأ بالمعاينة الإحصائية. المعاينة الإحصائية هنا بيقول ان المراجع بيفحص نسبة او جزء من المجموع الكلي، زي ما قلنا ان هو بيراجع على عينة بس من المجتمع بتاع المعاملات او الحسابات او ايا كان اللي انا براجعه. طيب وهنا النتيجة بتاعت العينة دي احنا زي ما قلنا ان احنا بنعممها على بقية المجتمع. يبقى هنا انا بحصل على معلومات عن المجتمع من غير ما افحصه كله بشكل كامل. يعني انا مش هفحص مفردات المجتمع كلها، انا هنا زي ما قلنا بنفحص عينة ونتيجتها بنعممها على بقية المجتمع. طيب هنا بيقول برضو ان ده هيمكن المراجع من ان انا اقيس مخاطر المعاينة بشكل كامل. يعني انا ممكن ان انا احسب بقى هنا المخاطر في المعاينة الاحصائية احسبها بشكل كامل. طيب يعني ايه؟ يعني انا هنا ممكن ان انا اقول عندنا اخطاء المعاينة او مخاطر المعاينة ليها نسبة معينة، اطلعها مثلا بنسبة او برقم معين. يبقى انا هنا
ده اسمه شكل كم. طيب هنا برضو عندنا في المعاينة الإحصائية لازم نبقى فاهمين إن هنا المراجع لما بيجي يختار الجزء أو النسبة من المجتمع بتاعه، هنا بيختار العينة بتاعته بشكل عشوائي. يعني ايه بشكل عشوائي؟ يعني بالنسبة هنا للمجتمع، بيبقى عندي المجتمع بيبقى يعتبر صفاته كلها أو معظمها بيبقى متجانس بشكل كبير، يعني شبه بعض الصفات بتاعته. يعني هنا كل مفردة في المجتمع بيبقى ليها فرصة ان انا اسحبها وتبقى ضمن المفردات بتاعة العينة. يبقى انا هنا كمراجع لما باجي اختار وانا بستخدم المعاينة الاحصائية، بيبقى عندي هنا الاختيار بتاعي مش متحيز لعينة، مش متحيز لمفردات معينة ان انا اختارها ضمن العينة، لا، بيبقى كل مفردة في المجتمع ليها فرصة زي التانية ان هي تدخل معايا ضمن مفردات العينة. طيب حاجة كمان ممكن ندي مثال علشان نفهم اكتر. يعني مثلا هنا لو انا عندي بفحص فواتير مبيعات، فواتير البيع هنا بتبقى مترقمة. بيبقى لو انا عندي مثلا المجتمع بتاعي عدد كبير من الفواتير، هنفرض مثلا ان هو 500,000 فاتورة، تمام؟ بيبقى الفواتير دي بتبقى مسلسلة، يعني هو فاتورة رقم 1 و2 و3 لحد 500,000. طيب هنا اما المراجع يجي يختار العينة بتاعته، بيختارها بشكل عشوائي. يعني انا هنا الفاتورة رقم 3 ممكن ان انا اختارها، او فاتورة رقم 5، او فاتورة رقم 70. كل فاتورة من دول ليها فرصة الاختيار زي التانية ان انا اخدها معايا وافحصها تبقى ضمن العينة بتاعتي. طب يبقى احنا هنا عرفنا ايه هي المعاينة الاحصائية. طب امال ايه هي المعاينة الغير احصائية؟ المعاينة الغير احصائية هنا المراجع لما بيجي يختار العينة بتاعته بيختارها على أساس تقديري أو حكمي محض. يعني إيه؟ يعني هنا المراجع لما بيجي يختار العينة بيختارها بناء على خبرته وبناء على حكمه الشخصي. يعني هنا ممكن المراجع مش هنا مش هيعتمد بقى على أساليب علمية ولا اختيار عشوائي ولا الاحتمالات ولا أي حاجة زي المعاينة الإحصائية، لا، هنا المراجع هو اللي بيقدر وهو اللي بيختار بناء على حكمه الشخصي. طب يعني ايه برضو ندي مثال عشان نفهم. يعني ممكن هنا المراجع يقول ان هو هيختار ان هو يراجع الشهور رقم شهر، رقم شهر 3 وشهر 5 وشهر 7 وشهر 10، هم دول اللي هيراجع المعاملات بتاعتهم. يبقى هنا المراجع هو اللي اختار بناء على تقديره وحكمه الشخصي. هو مثلا شايف ان الشهور دي في الشركة، يعني صناعة الشركة دي بيبقى الشهور دي عندها بيبقى فيها ركود، فهم مش بيبيعوا بشكل زي ما بيبيعوا في الشهور اللي بيبقى عندهم فيها ذروة في الصناعة، فهو عايز يراجع الشهور دي ويركز عليها. فيبقى هنا المراجع اختار المفردات بتاعة العينة بتاعته بناء على تقديره وحكمه الشخصي. طيب تاني حاجة عايزين نعرف الفرق بينهم. هنا المعاينة الإحصائية زي ما قلنا إن هي بتعتمد على نظرية الاحتمالات. يعني إيه؟ يعني أنا هنا كل زي ما قلنا إن كل مفردة في المجتمع ليها نفس الفرصة ونفس الاحتمال إن أنا أخدها معايا ضمن العينة بتاعتي. طب أمال المعاينة الغير إحصائية؟ هنا إحنا زي ما قلنا برضو إن هي بتعتمد بشكل كلي على خبرة المراجع وتقديره في تحديد وسحب العينة. يعني أنا هنا المراجع هو اللي بيختار العينة بتاعته بناء على خبرته وحكمه الشخصي. طيب تالت حاجة احنا قلنا هنا المعاينة الإحصائية دي تعتبر مدخل رياضي للاستدلال. يعني ايه كلمة استدلال؟ الاستدلال معناها الاستنتاج. طيب هنا مدخل رياضي ليه؟ علشان احنا هنا زي ما قلنا بنعتمد على نظرية الاحتمالات، يعني هنا بنعتمد على اسلوب علمي، وهنا احنا بنحسب بأساليب ومعادلات رياضية وعلمية علشان نشوف حجم العينة بتاعتي وبنشوف المفردات بتاعتها. يبقى احنا هنا ده يعتبر مدخل رياضي للاستدلال. طيب امال المعاينة الغير احصائية دي تعتبر مدخل شخصي للاستدلال. طب ليه مدخل شخصي؟ مدخل شخصي علشان هنا ده بيتوقف على شخصية المراجع. احنا قلنا المراجع هو بناء على خبرته وتقديره وحكمه الشخصي هو اللي بيحدد وبيختار مفردات العينة، يبقى ده هنا يعتبر مدخل شخصي. طيب آخر حاجة عايزين نعرفها، امتى بختار استخدم المعاينة الإحصائية وامتى بختار استخدم المعاينة الغير إحصائية؟
هنا بستخدم المعاينة الإحصائية لو أنا عندي المجتمع بتاع المراجعة بتاعي مكون من عدد كبير وضخم من المفردات المتجانسة. طب معناها إيه؟ يعني أنا دلوقتي زي ما ادينا مثال، لو أنا عندي فواتير عددها كبير جدا وعددها ضخم ويعتبر كلها متجانسة، يعني كلها يعتبر نفس الصفات أو صفاتها متماثلة إلى حد كبير، يبقى أنا هنا ساعتها هستخدم المعاينة الإحصائية. طيب ليه؟ علشان انا هنا عندي بيبقى فواتير عددها كبيرة، وممكن ان هي يبقى كل واحدة ليها نفس الفرصة في الاختيار ضمن مفردات العينة، يبقى انا هنا هستخدم المعاينة الإحصائية. طيب امال في المعاينة الغير إحصائية؟ المعاينة الغير الإحصائية ليها 3 حالات علشان استخدمها فيها. اول حاجة عندنا لما يبقى حجم المجتمع بتاعي عدده صغير، عدد مفرداته يعني صغير وقيمها عالية جدا. طيب ندي مثال برضه عشان نبقى فاهمين. لو انا هنا كمراجع، هنا انا عندي حساب العملاء، انا براجع حساب العملاء والشركة لقيتها بتتعامل مع 20 عميل، يبقى هنا عدد المجتمع بتاعي اصلا صغير. طيب ولقينا منهم في عملاء الحسابات بتاعتهم بمبالغ كبيرة جدا، يعني مثلا كل عميل كل حساب منه المبالغ بتاعته معدية الملايين. طيب يبقى هنا دي تعتبر عندي هنا المفردات بتاعة حجم المجتمع عندي مفردات عددها قليل، قلنا 20 عميل مثلا، وهنا القيمة بتاعة كل حساب منهم قيمته عالية جدا. طيب يبقى احنا هنا هنستخدم المعاينة الغير إحصائية. طب هستخدمها ازاي برضو؟ هنا علشان عندي الحسابات دي عددها قليل ومبالغها كبيرة، فهنا كمراجع بيبقى عنده هو بيحكم، يعني الحكم الشخصي بتاعه ان هو عايز يراجع اكبر عدد من الحسابات دي، علشان كده الحسابات دي بتبقى اهميتها النسبية كبيرة علشان زي ما قلنا عددها كبير. طب فهو هنا لما يراجع معظم الحسابات دي او عدد كبير منهم، دي حاجة يعني لازم ان احنا نبقى فاهمينها ان دي حاجة ضد التكاليف بتاعة المراجعة. يعني انا هنا لما اراجع اكتر العينة بتاعتي حجمها بيبقى كبير، ده يبقى انا هنا كده دي تعتبر تكاليف كبيرة، يبقى احنا لازم ناخد في حسبالنا ان ده بيبقى حاجة ضد التكاليف، يبقى كده ده ضد التكاليف بتاعتنا. يعني انا هتحمل تكاليف اكتر ان انا هنا تبقى العينة بتاعتي حجمها اكبر. طيب تاني حاجة ممكن استخدم فيها المعاينة الغير احصائية، لما يكون عندنا المجتمع مكون من عناصر ومفردات قيمتها الإجمالية غير هامة. طيب ندي مثال برضه علشان نفهم. لو أنا هنا عندي بند مصروف مبلغه 100 ألف في شركة مصاريفها 20 مليون، يبقى ده يعتبر كده، ده يعتبر البند ده يعتبر ان قيمته الإجمالية غير هامة بالنسبة لمصاريف بتاعة الشركة الإجمالية، يبقى انا هنا هستخدم المعاينة الغير احصائية. طيب تالت حاجة عندنا، لما يكون عندنا هنا بيقول المجتمع مكون من مفردات ليس من السهل الوصول ليها بواسطة المراجع. طيب ندي مثال برضو في حالة ايه؟ في حالة لو الشركة اللي انا رايحة اراجعها بتستخدم نظام تشغيل الكتروني. احنا عارفين ان نظام التشغيل الالكتروني بيبقى مش سهل ان انا اوصل للمفردات بتاعة المجتمع. طب ليه؟ علشان هنا بيبقى كل الشغل بتاعهم وكل المعاملات بتبقى على الكمبيوتر، يعني مثلا بيبعت ميل ان هو عايز يشتري، مش مثلا زي طلب الشراء اللي كانوا بيعملوه في النظام التقليدي، بيرد عليه بميل ان هو هيبقى فيه تسليم لبضاعة. يبقى احنا هنا كل يعتبر المستندات بتبقى موجودة على الكمبيوتر، يعني حاجة مش مادية ان هنا ممكن المراجع يستخدمها وممكن ان هو يراجعها. يبقى انا هنا المفردات او المستندات بتاعتي مش سهل ان المراجع يوصل ليها، يبقى ساعتها انا بستخدم المعاينة الغير احصائية. يبقى دي الحالات اللي انا بستخدم فيها المعاينة الاحصائية والمعاينة الغير احصائية. بعد ما عرفنا الفرق بين المعاينة الاحصائية والمعاينة الغير الاحصائية، احنا في الفصل ده هنركز على المعاينة الاحصائية بس. طيب ليه؟ علشان المعاينة الإحصائية دي بيفضلها المراجعين علشان ليها مزايا كتير هنشوفها مع بعض دلوقتي.
هنا بيقول ان في مزايا استخدام اسلوب المعادلة الاحصائية ان الاسلوب ده بيفضله المراجعين على اسلوب المعاينة الحكمية. طيب يعني هنا لازم ان احنا نعرف في حاجة مهمة جدا، ان معايير المراجعة سمحت للمراجعين ان هم يختاروا بين اسلوب المعاينة الاحصائية والمعاينة الغير الاحصائية. طيب امال ايه بقى هنا الفرق؟ ان المراجعين بيفضلوا وبيستخدموا اكتر اسلوب المعاينة الاحصائية. طيب يبقى احنا هنا عرفنا ان اللي بيستخدموا اكتر واللي بيفضلوه الاحصائية بيفضلوها عن الحكمية او الغير احصائية. ليه المزايا اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي؟ اول حاجة بيقول ان اسلوب المعاينة الاحصائية بيعطي نتائج موضوعية. طيب يعني ايه؟ احنا هنا زي ما قلنا ان احنا بنستخدم اسلوب علمي وبنستخدم معادلات رياضية في اسلوب المعاينة الاحصائية. طيب ده هيفيدني ان ده كده هيطلع لي نتائج موضوعية، يعني انا لما باجي افحص العينة هيطلع لي نتائج موضوعية ممكن ان انا اعممها على بقية مفردات المجتمع. طيب تاني حاجة عندنا بيقول ان انا بختار العينة بشكل موضوعي، يعني العينة هنا مش بتتأثر بالظروف اللي بيعمل فيها المراجع زي ضغط العمل والحالة الصحية للمراجعين والمساعدين بتوعه اللي هو فريق المراجعة. طيب هنا احنا زي ما قلنا ان العينة بتاعتي لما المراجع بيجي يختارها بيختارها بشكل عشوائي، بيعتمد فيها على نظرية الاحتمالات، يعني هنا مش بيبقى فيه تحيز وهو بيختار مفردات العينة بتاعته. يبقى احنا هنا بنختار العينة بشكل موضوعي. طيب تالت حاجة بيقول ان احنا هنا ممكن تعميم نتائج العينة على بقية مفردات المجتمع، عشان زي ما قلنا ان احنا هنا بنستخدم اساليب علمية فبيطلع لي نتائج موضوعية، يبقى انا هنا ممكن النتائج دي ان انا اعممها على بقية مفردات المجتمع، غير في الاسلوب الاحصائي ان انا هنا بختار بشكل بيرجع الى الحكم الشخصي للمراجع. يبقى انا هنا لما بيبقى فيه تحيز او المراجع بيختار بناء على خبرته هو وحكمه الشخصي بيبقى حاجة صعبة ان انا اعممها على مفردات المجتمع، انما هنا في المعاينة الإحصائية ممكن إن أنا أعممها أعمم نتيجة العينة على بقية مفردات المجتمع. طيب رابع حاجة هنا بيقول إن من مزايا استخدام المعاينة الإحصائية إن ده أسلوب بيؤدي إلى تخفيض تكاليف عملية المراجعة بالنسبة للعميل. طيب ده معنى إيه؟ هنا لما باجي أستخدم المعاينة الإحصائية زي ما قلنا إن أنا بفحص او براجع عينه، يعني بفحص جزء من المجتمع. طيب انا لما افحص جزء من المجتمع ده تكاليفه بيبقى اقل من لو كنت هفحص مثلا المجتمع كله، يبقى انا هنا قللت التكاليف بتاعتي، قللت تكاليف عمليه المراجعه في ان انا فحصت جزء او لو فحصت عينه بس من اجمالي المفردات. طيب ده هيقلل لي تكاليف المراجعه، بالتالي هيقلل تكاليف برضو عملية المراجعة بالنسبة للعميل اللي هو هيقلل برضو أتعاب المراجع. طيب بعد كده بيقول ممكن تقدير وقت المراجعة وجدولة هيئة المراجعين والرقابة على ذلك بدقة أكبر. طيب هنا لما أنا كمراجع لما أنا هنا بحدد العينة بتاعتي بشكل موضوعي وبحدد مفرداتها، ده هيخليني إن أنا أقدر أعمل جدول للمراجعين وفريق العمل بتاعي وأقسم عليهم الشغل وأراقب على كده بدقة أكتر. طيب آخر حاجة إن ده بيساعد على سرعة الانتهاء من الارتباطات المراجعة الخارجية، يعني أنا هنا لما بقدر الوقت بتاعي ده بيخلي إن أنا وممكن إن أنا أراقب عليه بشكل أفضل، ده أكيد هيخلي إن أنا ممكن أسرع في عملية الانتهاء من الارتباطات أو اللي هو من الشغل المراجعة بتاعي. طيب حاجة مهمة جداً عايزين نعرفها ان المعاينة الاحصائية لا تغني عن الحكم الشخصي للمراجع. طيب معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا مش علشان هنا قلنا ان المراجعة الاحصائية ده اسلوب بيفضله المراجعين، ده مش معناه ان هم بيستخدموا المعاينة الاحصائية بس، لا هم برضو هيستعينوا ولازم ان هم هيستخدموا الحكم الشخصي بتاع المراجع، يعني المراجع لازم ان هو بيبدي حكمه الشخصي في بعض النقاط. زي ايه؟ زي ما قلنا ان احنا علشان نقدر معدل الخطأ وخطر الرقابة لازم برضو بيبقى بنرجع للحكم بتاع المراجع، الحكم الشخصي بتاعه. طيب حاجة كمان
زي ما قلنا، لما احنا بنيجي نعمل تقدير للأهمية النسبية اللي هم نشوف العنصر ده بالنسبة للقوائم بتاعة المراجعة أهميته النسبية يعني قد ايه بالنسبة لبقية المفردات أو العناصر في القوائم المالية. دي حاجة برضو اللي بيحددها هو تقدير المراجع والحكم الشخصي بتاعه. زي ايه كمان؟ اصلا احنا قايلين يعني العادي ان احنا المراجع هو بيبدي رأيه، يعني اللي هو بيقول ايه هو الحكم بتاعه او بيبدي رأيه في القوائم. يبقى انا هنا برضو علشان يقول رأيه لازم ان هو اكيد يستخدم الحكم الشخصي بتاعه. طب يبقى احنا هنا لازم ان احنا نعرف حاجة مهمة جدا، ان المراجع بيستخدم المعاينة الإحصائية وبيستخدم معاها الحكم الشخصي زي ما قلنا في تقدير الخطر وفي تحديد الأهمية النسبية وفي تقييم النتائج بتاعتنا اللي هو تقييم نتائج العينة. يبقى احنا هنا المعاينة الإحصائية بتخلي المراجع يمارس الحكم الشخصي بتاعه بس في حدود المعلومات الإحصائية اللي بتنتجها موضوع المعاينة الإحصائية. يبقى احنا هنا أهم حاجة لازم نبقى عارفينها إن المعاينة الإحصائية لا تغني عن استخدام المراجع للحكم الشخصي بتاعه. طب نبدأ نحل مع بعض أسئلة على الجزء اللي احنا شرحناه. أول سؤال عندي بيقول تسمح معايير المراجعة باستخدام أي من المدخلين إما المعاينة الإحصائية أو الغير إحصائية؟ طبعا احنا زي ما قلنا العبارة هنا هتكون صحيحة. تاني سؤال عندنا بيقول تعتمد المعاينة الإحصائية في اختيار مفردات العينة على خبرة المراجع وتقديره في تحديد وسحب العينة. احنا قلنا هنا ان المعاينة الإحصائية بتعتمد على اسلوب رياضي. طب امال ايه اللي كان بيعتمد على خبرة المراجع وتقديره؟ دي المعاينة الغير إحصائية. يبقى هنا العبارة خطأ وتبقى التصحيح بتاعها ان المعاينة الغير إحصائية هي اللي بتعتمد على خبرة وتقدير المراجع. طيب تالت حاجة عندنا بيقول تعتمد المعاينة الغير تعتبر المعاينة الغير الإحصائية مدخل شخصي للاستدلال. طيب احنا هنا قلنا ان المعاينة الغير إحصائية هي فعلا مدخل شخصي علشان بتعتمد على شخصية المراجع وخبرته والحكم الشخصي بتاعه. يبقى هنا العبارة هتبقى صحيحة. رابع سؤال عندنا بيقول للمراجع استخدام أي من مدخلي المعاينة الإحصائية أو الحكمية حيث لا توجد فوارق بينهما. لازم نركز كويس جدا في السؤال علشان هنا لو السؤال وقف لحد المراجع استخدام أي من مدخلي المعاينة إحصائية وغير إحصائية أو الحكمية فهو هنا يعتبر الإجابة صح. بس هنا بيكمل السؤال بيقول حيث لا توجد فوارق بينهما، هنا الإجابة عندنا هتبقى غلط علشان ممكن إن هو يستخدم أي منهم بس في فوارق بينهما اللي احنا خدناها في الجدول اللي فات. نكمل مع بعض الأسئلة. نشوف سؤال رقم 5، أسئلة في شكل إختار. ولازم يا جماعة إن احنا نشوف الأسئلة دي ونشوف برضو أسئلة السكشن عشان في أسئلة مختلفة وجديدة عنها. طيب السؤال رقم 5 بيقول إذا كان حكم المراجع الشخصي اختيار عمليات الشهر الأول والخامس والسابع والعاشر لإخضاعها للمراجعة فإنه يستخدم المعاينة. أول اختيار عندنا معاينة حكمية، تاني حاجة الفحص الشامل، تالت حاجة المعاينة الإحصائية، آخر حاجة لا شيء مما سبق. احنا هنا بيقولك ان هو حكم المراجع الشخصي، يعني المراجع هو اللي بيختار، يعني اختياره ده راجع لحكمه الشخصي. يبقى هنا هو بيستخدم المعاينة الحكمية اللي هي ممكن برضه يقولك معاينة إحصائية. طيب السؤال رقم 6 بيقول بتعتمد أي نوع من المراجعة في الدور في اختيار مفردات العينة على أساس حكمي محض؟ احنا زي ما قلنا ان المعاينة الحكمية او المعاينة الإحصائية هي اللي بتعتمد على أساس حكمي اللي هو الحكم بتاع المراجع، الحكم الشخصي بتاعه او خبرته. يبقى هنا يبقى عندي اول اختيار اللي هي المعاينة الحكمية. طيب السؤال السابع بيقول تستخدم اي نوع معاينة في دول في حالة تقييم عدد كبير من فواتير المبيعات المرقمة مسبقا ومرتبة بشكل تتابعي. هنا بيقولك ان بقيم المجتمع بتاعي فواتير مبيعات وعددها كبير والفواتير دي مرقمة ومرتبة بشكل تتابعي، يعني هنا يعتبر ان هي
الفواتير بيبقى بيقولك ان هي تعتبر متجانسة، يعني صفاتها قريبة من بعض وعددها كبير. يبقى احنا هنا بنستخدم انهي نوع؟ يبقى دي تعتبر الحالة اللي بستخدم فيها المعاينة الإحصائية. طيب نكمل الأسئلة. هنا أسئلة على مزايا استخدام أسلوب المعاينة الإحصائية. السؤال بيقول: عملية اختيار العينة الغير إحصائية تتم بشكل موضوعي؟ طبعا الإجابة هتبقى غلط، عشان احنا قلنا إن العينة الإحصائية هي اللي بيختارها المراجع بشكل موضوعي، زي ما قلنا إن هي مش بتتأثر بالظروف اللي بيعمل فيها المراجع ولا الفريق بتاعه، وبختارها بشكل عشوائي باعتماد على نظرية الاحتمالات، وبيبقى بشكل غير متحيز، وبيبقى لكل مفردة في المجتمع فرصة الاختيار ان هي تقع ضمن مفردات العينة. يبقى الإجابة غلط، واختيار العينة الإحصائية هي اللي بيتم بشكل موضوعي. طيب رقم 9 بيقول: من مزايا المعاينة الإحصائية انها تمكن من تقدير وقت المراجعة وجدولة هيئة المراجعين والرقابة على ذلك بدقة أكبر. طبعا دي هتبقى إجابة صحيحة، علشان دي احنا قلناها ان هي من مزايا المعاينة الإحصائية. طيب السؤال 10 بيقول: يمكن تعميم نتائج تقييم اي نوع من دول على باقي مفردات المجتمع؟ العينة الحكمية ولا الغير إحصائية ولا العينة الإحصائية ولا لا شيء مما سبق؟ طبعا احنا قلنا ان من المزايا بتاعة استخدام اسلوب المعاينة الإحصائية، يعني انا هنا لما بقيم عينة إحصائية، عينة إحصائية معناها ان انا عينة اخترتها باستخدام اسلوب المعاينة الإحصائية، فبيسموها عينة إحصائية. يبقى طبعا الاختيار هيبقى جيم، ان انا لما بقيم نتائج عينة إحصائية ممكن اعممها على بقية مفردات المجتمع. طب اشمعنى؟ عشان قلنا هنا طالما العينة اخترتها بشكل إحصائي واستخدمت اسلوب المعاينة الإحصائية وقيمتها إحصائيا واعتمدت على أساليب علمية ورياضية، يبقى أنا هيطلع لي نتائج موضوعية، يبقى أنا ممكن أعممها على بقية مفردات المجتمع. طيب ندخل على النقطة الثالثة من محتويات الفصل، اللي هي بتتكلم عن مسارات المراجعة. هنا المراجعة ليها شكلين أو مسارين. أول حاجة عندنا يبقى توافر مسار مرئي للمراجعة في شكل مستندات. تاني حاجة غياب المسار المرئي، ده بيبقى شكل نظم التشغيل الإلكتروني المباشر. طيب قبل ما نبدأ الشرح، احنا عايزين نفهم دلوقتي يعني ايه أصلا مسار مرئي. هنا بيقول ان احنا كمراجعة بيبقى هنا عندنا توافر مسار مرئي. المسار المرئي ده يعني حاجة ملموسة وممكن المراجع ان هو يمسكها ويفحصها، اللي هو عندي بيبقى شغال، الشركة بتاعتي بتبقى شغالة بالنظام التقليدي، بيبقى عندها مستندات، المستندات دي حاجة مرئية ممكن المراجع ان هو يمسكها ويفحصها. يبقى انا هنا توافر مسار مرئي. طيب احنا هنا قلنا يعني ايه توافر مسار مرئي. طب يعني ايه غياب المسار المرئي؟ غياب المسار المرئي ده لما بتبقى الشركة شغالة بنظم تشغيل الكتروني، يعني بيبقى كل الشغل بتاعها عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الانترنت، بيبقى ما عندهاش مستندات ملموسة ممكن المراجع يرجع لها او ان هو يفحصها. طب يبقى احنا هنا عرفنا ايه الفرق بين الاتنين دول. طب نشوف مع بعض حالة توافر المسار المرئي. هنا بيقول بتبقى المعاملات بتاعة الشركة مدعمة بالمستندات، بيبقى ليها نفس الصفات والخصائص. يعني انا هنا بيبقى المجتمع بتاع المراجعة بتاعي بيبقى متجانس الى حد ما، يعني بيبقى الصفات بتاعة المفردات اللي فيه متشابهة ومتجانسة لحد كبير. طب هنا بيقولك ان الفحص الشامل مش بيبقى ضروري. يبقى انا هنا في حالة توافر مسار مرئي، يبقى انا هنا ممكن ان انا استخدم اساليب المعاينة اللي احنا قلنا عليها، ان انا هنا ممكن ان انا استخدم عينة بس ان انا افحصها واعمم نتائجها على بقية مفردات المجتمع. طيب احنا هنا قلنا ان اساليب المعاينة الاحصائية دي بتبقى قابلة للتطبيق في حالة فحص المستندات، يعني في حالة توافر مسار مرئي يبقى انا هنا عندي المستندات بتاعتي بتبقى متجانسة الى حد ما، يبقى انا ممكن استخدم اسلوب المعاينة الاحصائية. ده بالنسبة لتوافر المسار المرئي. طب امال في حالة غيابه؟ في حالة غياب المسار المرئي زي ما قلنا زي نظم التشغيل الالكتروني،
هنا المراجع مش بيبقى عنده مستندات يفحصها علشان يتحقق من لزوم الرقابة. امال هنا بيعمل ايه؟ بيعمل عملية الملاحظة. طب بيلاحظ ايه؟ احنا زي ما قلنا ان احنا الاشكال دي علشان مراجعة، ان انا بفحص عملية بفحص وبعمل اختبارات الالتزام بلزوم الرقابة. طب انا هنا ما عنديش مستندات ان انا افحصها، يبقى انا هنا المعاينة الاحصائية مش هستخدم معاينة احصائية، هستخدم عملية الملاحظة، ان انا هنا هشوف هل الادارة بتؤيد وبتدعم هيكل الرقابة ولا لا، هل عندنا فصل بين الواجبات ولا لا. يعني ايه فصل بين الواجبات؟ يعني مش هلاقي اللي بيعمل كشف الاجور هو اللي بيصرف الاجور دي من الخزنة، لا بيبقى ده موظف وده موظف تاني. يعني انا هنا فصلت بين الواجبات. طيب بيبقى عندنا كفاءة ونزاهة العاملين، بيبقى عندي في الشركة هشوف المراجع هيلاحظ هل عندهم بيعملوا جلد دوري ولا مش بيعملوا، بيشوفوا المخازن بتاعتهم بيعملوها جلد ولا لا، هل بيعملوا مقارنات ولا لا، هشوف برضو هل عندهم في وسائل امن وحماية حاطينها في المخازن ولا لا، في المخازن وعلى الخزنة، اشوف كل الحاجات دي عن طريق الملاحظة. طب يبقى هنا هيقول ان في العادة لا تستلزم ملاحظة فعالية اجراءات هيكل الرقابة اللي هو الوسائل اللي احنا قلناها دي، مش بتستلزم ان انا استخدم المراجعة بالعينات. يعني انا هنا في الحالة دي انا مش بستخدم اساليب المعاينة الاحصائية. يبقى احنا هنا اهم فرق عندنا بين توافر مسار مرئي للمراجعة وغياب المسار المرئي، ان احنا قلنا في حالة توافر مسار مرئي انا بستخدم المعاينة الاحصائية علشان افحص المستندات دي. طب في حالة غيابه، غياب المسار المرئي، انا بستخدم عملية الملاحظة لها اجراءات هيكل الرقابة. يبقى انا هنا مش شرط ان انا استخدم ايه المراجعة بالعينات. طيب احنا زي ما احنا عارفين دلوقتي احنا شغالين في الفصل بيتكلم عن المعاينة الاحصائية بستخدمها ازاي علشان افحص انظمة الرقابة الداخلية، اللي هو قلنا اول اختبار عندنا اللي هو اختبارات الالتزام بنظم الرقابة. طيب هنكمل مع بعض. هنا بيقول لنا ايه هو دور المعاينة الاحصائية في مساعدة المراجع اثناء فحصه للادلة المستندية في مجال اختبار الالتزام بنظم الرقابة. احنا زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده ان احنا في حالة توافر المسار المرئي اللي هو ما يبقى عندي مستندات، انا ساعتها ممكن ان انا استخدم المعاينة الاحصائية. طيب هنا بيقولك بقى بنستخدمها ازاي، ان احنا اول حاجة بنحدد حجم العينة بتاعتنا، يعني بشوف المجتمع بتاعي فيه كم مفردة واشوف انا عايزة اسحب منه جزء قد ايه، فيه كم مفردة بتاعت العينة. طيب تاني حاجة اختار المستندات التي يجرى عليها الفحص. طب يعني انا مثلا المجتمع بتاعي 100,000 مفردة، حددت حجم العينة اللي انا عايزاها هقول مثلا 60,000 منهم. طب انا ال60,000 دول هاخد انهي بقى 60,000 مفردة منهم، لو هختار مثلا رقم 1 و5 و10 انهي مستندات بالظبط اللي انا هجري عليها عملية الفحص. طيب تالت حاجة بيقول ان انا بقيم نتائج فحص العينة، خلاص انا حددت المستندات بتاعتي وفحصتها. تالت حاجة ان هي بتساعدني ان انا اقيم فحص اقيم النتائج اللي انا فحصت بيها العينة بتاعتي، اشوف فحص العينة ده ايه النتائج بتاعته واحاول بقى ان انا اقيمها واقول رأيي فيها. رابع حاجة ان هو بيدي تقدير اضافي لخطر الرقابة. انا خطر الرقابة كمراجع زي ما خدنا في الفصل الاولاني ان احنا بنبقى مقدرينه، ده بيخليني ان انا يبقى عندي تقدير اضافي على خطر الرقابة اللي انا كنت مقدره قبل كده. يبقى احنا هنا عرفنا دور المعاينة الاحصائية في فحص الأدلة المستندية، يبقى هي بتساعد المراجع في أنهي عملية بالظبط. زي ما قلنا بنحدد حجم العينة ومفرداتها وبتقيم النتائج وبتديني تقدير إضافي لخطر الرقابة. طيب حاجة كمان عايزين نعرفها، أنا ليه أصلا بختبر نظام الرقابة؟ احنا بنختبر نظام الرقابة علشان زي ما قلنا في الأول عايزين نعرف هل هو فعال ولا لأ، عايزين نعرف هل هو بس الإدارة كاتباه كده في صورة إجراءات وقواعد ولا فعلا العمال والموظفين ملتزمين بالإجراءات دي. يبقى احنا هنا عرفنا زي ما هو مكتوب ان الهدف من إجراءات
من اختبارات نظام الرقابة ان انا احدد هل نظم الرقابة دي بتعمل بكفاءة وفعالية ولا لا. طيب احنا زي ما قلنا برضو ان المراجع بيفحص النظم الرقابة دي عن طريق حاجتين، عن طريق الملاحظة وعن طريق فحص المستندات. زي ما قلنا في السلايد اللي قبلها، امتى بستخدمها؟ عن طريق فحص المستندات، وامتى؟ عن طريق الملاحظة. طيب حاجة برضو عايزين نعرفها، طيب برضو احنا كمراجع استفدنا ايه لما عرفنا ان هل هو فعلا النظام ده مطبق ولا لا؟ طيب احنا دلوقتي كمراجعين لو احنا رايحين نراجع شركة، عايزين نشوف هل هم بيلتزموا بمعايير المراجعة ومعايير المحاسبة ولا لا. طب ما نشوف الاول، يعني المراجع هنا بيعمل الاختبارات نظم الرقابة دي عشان يشوف هل اصلا الموظفين والعاملين في الشركة دول هل هم ملتزمين اصلا بالقواعد والاجراءات اللي الادارة حطاها ولا لا. ده في المقام الاول عندي، في المقام الاول يعني في الخطوة الاولانية اللي انا بشوفها، بشوف هل هم الاول ملتزمين بالاجراءات والقواعد اللي الادارة حطاها وماشيين عليها، هل هم بيطبقوها ولا لا. وبعدين بقى انا اقدر ساعتها احدد وبعد كده اعمل اختبارات هل هم بقى ملتزمين بالمعايير وبمعايير المحاسبة والمراجعة الموجودة ولا لا. يبقى احنا هنا اختبارات نظم الرقابة احنا زي ما قلنا بنعملها عشان نشوفها فعالة ولا لا، وعلشان برضو نشوف لو هي فعالة بشكل كويس، يبقى احنا هنا الاختبارات الاساسية بتاعة المراجعة هيبقى عددها مش كبير زي لو كانت الاختبارات بتاعة نظم الرقابة حددت لي ان الموظفين اصلا مش ملتزمين بشكل كبير. يعني احنا هنا هنحدد لو نظم الرقابة الداخلية لقيناها النظام بتاعها ضعيف، يعني الموظفين مش ملتزمين، ده هيخلي عندي خطر المراجعة الكلي هيزيد، وبالتالي هيبقى الاختبارات الأساسية لما اجي اعمل بقى شغل المراجعة بتاعي هتبقى الاختبارات عددها اكبر لو كانت نظام الرقابة الداخلي بتاعي فعال وقوي والموظفين ملتزمين بيه. نشوف أسئلة على الجزء ده، بيقول هناك دور فعال للمعاينة الإحصائية في مساعدة المراجع أثناء فحصه للأدلة المستندية في مجال اختبارات الالتزام بنظم الرقابة. طبعا ده زي ما احنا قلنا هتبقى العبارة صحيحة، علشان قلنا أما بيبقى عندي مستندات بستخدم ليها المعاينة الإحصائية علشان أشوف الحجم العينة بتاعي وأشوف المفردات وأقيم النتائج، وده بيديني تقدير إضافي لخطر الرقابة. طيب السؤال اللي بعده بيقول نظام الرقابة الداخلية الضعيف بيتطلب أداء اختبارات أساسية أقل عما قد يكون مطلوب في حالة وجود نظام الرقابة الداخلية، نظام فعال للرقابة الداخلية. طبعا هنا العبارة هتبقى غلط، علشان زي ما احنا قلنا لما بيبقى نظام الرقابة الداخلية ضعيف يعني هو مش ملتزمين بيه، ده هيخلي خطر المراجعة عندي خطر كبير، وده هيخلي المراجع لما يجي بقى يعمل الاختبارات الأساسية وشغل المراجعة بتاعه هيخليه ان هو يعمل اختبارات عددها اكبر. يبقى طبعا العكس. طيب السؤال اللي بعده بيقول توضح نظم التشغيل الإلكتروني المباشر حالة توافر مسار مرئي ولا غياب المسار المرئي للمراجعة ولا كل مما سبق ولا لا شيء مما سبق. احنا قلنا ان في حالة توافر مسار مرئي يعني انا عندي حاجة ملموسة، زي ما قلنا يبقى عندي مستندات ملموسة ممكن المراجع ان هو يفحصها ويراجعها. طب غياب المسار المرئي انا ما عنديش مستندات ملموسة، يعني انا هنا زي ما قلنا مثال عليها اللي هي نظم التشغيل الالكتروني، بيبقى الشغل بتاع الشركة موجود على الكمبيوتر، يبقى هنا الاجابة هتبقى ب اللي هو غياب المسار المرئي للمراجعة. طيب السؤال اللي بعده بيقول عندما يكون مجتمع المراجعة متجانس الى حد ما فان الفحص الشامل يكون ضروريا. طبعا احنا قلنا في حالة ان يكون مجتمع المراجعة متجانس، ده زي ما قلنا عندي مثلا مستندات وبتبقى متجانسة وصفاتها متشابهة الى حد ما، انا ساعتها بيبقى الفحص الشامل عندي. فحص شامل معناه ان انا اعمل مراجعة لكل المستندات، ان انا افحص كل المفردات عندي بشكل شامل. هنا ده مش بيبقى ضروري علشان كل المفردات والمستندات عندي صفاتها قريبة من بعض الى حد كبير، فانا هنا ممكن ان انا استخدم
ايه استخدم المعاينة الإحصائية، يبقى هنا تبقى عندي العبارة دي عبارة خاطئة. طيب بعد كده هنتكلم عن أساليب المعاينة الإحصائية شائعة الاستخدام. عندي 3 أساليب للمعاينة الإحصائية. احنا خلاص عرفنا ان هو دلوقتي المراجعين بيتجهوا الى استخدام المعاينة الإحصائية، بيستخدموها بشكل متزايد. طيب المعاينة الإحصائية دي بقى ليها 3 أساليب. طب أول حاجة عندنا هناخدها اللي هي معاينة الصفات. طب معاينة الصفات دي معناها ايه؟ عايزين الأول، احنا خلاص عرفنا يعني ايه معاينة، عايزين بقى نعرف ايه هي الصفة. الصفة دي بيقول ان هي الخاصية النوعية التي تحدث بتكرار في مجتمع معين. ندي مثال عشان نبقى فاهمين. دلوقتي لو احنا بنراجع أذونات صرف او فواتير، برضو خليها فواتير، لو احنا بنراجع فواتير عايزين نتأكد عليها وهل الفواتير دي كلها موقعة ولا مش موقعة. طيب يبقى احنا هنا بنراجع صفة التوقيع. التوقيع ده يعتبر صفة، ده يعتبر خاصية نوعية، يعني حاجة ما فيهاش أرقام، أنا براجع صفة أو خاصية نوعية. طب احنا هنا عايزين نراجع هل الفواتير دي عليها توقيع ولا لا. لنفرض ان هما 1000 فاتورة، واحنا خدنا عينة نراجعها، العينة دي مكونة من 100 فاتورة، جينا شفنا ال100 فاتورة دول هل هما كلهم عليهم توقيع ولا لا، لقينا ان 20 فاتورة منهم ما عليهمش توقيع. يبقى احنا هنا نسبة تكرار الصفة دي هتبقى 20%، يعني 20 فاتورة من ال100 فاتورة اللي في العينة ما عليهمش توقيع، يبقى احنا كده نسبة تكرار الصفة دي 20%. طب يبقى 20% دي اللي هي ايه؟ يعني انحراف كده عن نظام الرقابة الداخلية. يبقى احنا هنا معاينة الصفات دي بتهدف ان انا اقدر نسبة تكرار الاحداث او الاخطاء او الامور الشائعة. طب هنا بيقول ان هو تساعد اساليب المعاينة الاحصائية عند معاينة الصفات في تحديد عدد المستندات المطلوب فحصها بالنسبة لكل خاصية او صفة محل الاهتمام، وفي تقييم النتائج. طب احنا زي ما احنا قلنا هنا معاينة الصفات احنا بتشتغل على ان انا بشوف صفة موجودة ولا لا، بيبقى على مستندات، المستندات دي برضو بتبقى الصفات بتاعتها متشابهة، والمجتمع ده يعتبر متجانس إلى حد ما. يبقى أنا هنا اللي بيساعدني فيها أساليب المعاينة الإحصائية. طيب بعد كده هنتكلم عن معاينة المتغيرات. عايزين نعرف يعني إيه متغير. المتغير خاصية كمية، يعني حاجة فيها أرقام. إحنا قلنا إن معاينة الصفات الصفة خاصية نوعية مفيهاش أرقام. طيب في المتغيرات بقى، المتغير لا هنا فيها أرقام، احنا بنتكلم عن حاجة فيها أرقام، مبالغ، كميات، كل دي تعتبر أرقام. طيب هنا ندي برضو مثال عشان نبقى فاهمين. زي ايه معاينة المتغيرات؟ زي مثلا لو المراجع جه يشوف حساب إجمالي المدينين لأن هو بمبلغ 100,000 جنيه. طيب جمع بقى كل حساب فرعي من حسابات المدينين الإجمالي ده، لأن الحسابات الفرعية جه يجمعهم لقاهم كلهم مجموعهم 80,000. طيب يبقى هنا أنا عندي في فرق بين الإجمالي الحساب اللي هو إجمالي حساب المدينين ب100,000، والحسابات الفرعية المتفرعة منهم ما جينا جمعناها لقيناهم 80,000. يبقى أنا هنا عندي فرق 20,000. ال20,000 دول فرق كده يعتبر كمي، يعني هو بحسبه بالأرقام. يبقى أنا كده عندي فرق بين القيم، بين المبلغ المتسجل اللي هو ال100,000 والمبلغ بعد ما راجعته اللي هو بعد ما جمعت الحسابات الفرعية المكونة للمبلغ الإجمالي لقيتهم 80,000. يبقى احنا هنا زي ما هو مكتوب قدامنا ان هو كمثال زي إجمالي القيم بعد المراجعة والقيم المسجلة بالجنيه، او الفرق بين القيم بعد المراجعة والقيم المسجلة. يبقى هنا تهدف معاينة المتغيرات ان انا اقدر قيمة المبلغ او الرصيد او القيمة المالية للاخطاء. بعد كده اخر نوع عندنا اللي هو اسمه معاينة الاستكشاف. الاسلوب ده بنطبقه في حالة اكتشاف خطأ او حالة شاذة معينة بتثير شكوك المراجع،
والاسلوب ده لازم نعرف حاجة مهمة، ان الاسلوب ده اللي بيرتبط اكتر باكتشاف الغش. ندي مثال برضو عشان نفهم، في حالة لو مثلا المراجع لقى ان الشركة دي واخدة قروض بمبلغ 20 مليون، طيب جه يشوف القرض اللي هم خدوه بعشرين مليون ده، جه يشوف راجع في الاصول والاستثمارات، لقى ان المبالغ القروض دي مش مستخدمة في حاجة في الشركة، ما لقاش الشركة اشترت اصول وزودت الاصول بتاعها بالمبلغ ده، ما لقاش الشركة دخلت في استثمارات بالمبلغ ده، يبقى دي حالة يعتبر كده حالة بتثير شكوك المراجع. طيب اللي هو المبلغ العشرين مليون ده اتعمل بيه ايه؟ الفلوس دي راحت فين؟ يبقى دي كده الحالة دي تعتبر حالة شاذة بتثير شكوك المراجع، دي اسمها معاينة استكشاف. طيب هنا في حاجة مهمة لازم نبقى عارفينها، ان انا هنا كمراجع في حالة معاينة استكشاف المراجع هنا بياخد عينة كبيرة. طيب ليه بياخد عينة كبيرة؟ يعني مثلا مبلغ زي القروض ده لما المراجع هيجي يراجعه او يفحصه هياخد عينة كبيرة كفاية علشان تحقق لي احتمال ان هو يقدر يوصل لان هو يلاقي حالة واحدة منهم او مبلغ منهم بيلاقي فيه تلاعب. يعني هنا الحجم العينة الكبير بيضمن لي ان على الاقل هلاقي حالة واحدة من المبالغ دي بيبقى فيها تلاعب او فيها غش. يبقى دي الثلاث اساليب المعاينة الشائعة شائعة الاستخدام. نشوف الأسئلة على الأساليب. السؤال رقم 15 بيقول من أساليب المعاينة الإحصائية شائعة الاستخدام معاينة الصفات ولا معاينة المتغيرات ولا معاينة الاستكشاف ولا كل ما سبق؟ طبعا الإجابة هيبقى التلاتة اللي هو كل ما سبق. بعد كده سؤال 16 بيقول في معاينة المتغيرات يقصد بالمتغير الخاصية النوعية التي تحدث بتكرار في مجتمع معين، تكرار معين في المجتمع. طبعا الإجابة هتبقى غلط علشان احنا قلنا ان الخاصية النوعية دي اللي هي الصفة اللي هي حاجة ما فيهاش أرقام، انما متغير اللي هو رقم متغير عندي يبقى ده اللي هو خاصية كمية. طيب سؤال رقم 17 بيقول يرتبط اسلوب معاينة الصفات اكتر باكتشاف الغش. احنا قلنا انهي اسلوب اللي بيرتبط باكتشاف الغش وبيبقى فيه حالة بتثير شكوك المراجع؟ قلنا ان هو الاسلوب معاينة الاستكشاف، يبقى طبعا العبارة هنا هتبقى عبارة خاطئة. نكمل بعد كده هناخد تقسيمات الاخطاء. احنا عندنا نوعين من الاخطاء، اخطاء المعاينة واخطاء غير المعاينة. طيب عايزين نعرف برضو ايه الفرق بينهم. اخطاء المعاينة من اسمها كده، من اسمها يعني هي اخطاء معاينة، يبقى هي اخطاء بتنشأ من ان المراجع فحص وراجع عينة مش فحص وراجع المجتمع كله بنسبة 100%. طيب يعني ايه برضو؟ يعني انا هنا المراجع لما بياخد عينة من المجتمع بيراجعها، ممكن العينة دي تبقى مش مماثلة لبقية مفردات المجتمع. يعني ايه؟ يعني ممكن دلوقتي النتيجة اللي هتطلع لي من ان انا فحصت العينة مش هتبقى هي هي النتيجة لو انا فحصت المجتمع كله. طيب ليه ممكن يحصل كده؟ ممكن يحصل كده عشان انا ممكن اكون خدت عينة المفردات بتاعتها ما فيهاش اخطاء، ويكون في مفردات تانية في المجتمع يكون فيها اخطاء بس انا ما خدتهاش معايا ضمن ضمن العينة وما رجعتهاش. يبقى احنا هنا عرفنا ان اخطاء المعاينة دي بتنشأ لما بيسحب المراجع عينة لا تتضمن نفس الخصائص اللي بيتصف بيها المجتمع كله. يعني انا ممكن اكون سحبت عينة اراجعها يبقى عينة مثلا سليمة وما فيهاش حاجة، ويبقى في مفردات تانية في المجتمع يبقى فيها اخطاء بس انا ما خدتهاش معايا وما رجعتهاش. طيب اخطاء المعاينة دي بتتقسم لنوعين فرعيين، عندي خطأ من النوع الأول اسمه ألفا إيرور، وعندي خطأ من النوع الثاني اسمه بيتا إيرور. طيب يعني إيه أخطاء النوع الأول؟ دي عبارة عن مخاطر رفض فرض حقيقي في الواقع. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن إن نظام الرقابة عندي يكون
الواقع بتاعه ان هو فعال، والمراجع يرفضه يقول لا النظام الرقابة ده عندي غير فعال. طيب ندي مثال تاني، لو انا مثلا القوائم المالية بتاعتي هي قوائم سليمة وحقيقية وما فيهاش اي اخطاء، وجي المراجع رفضها قال القوائم دي فيها اخطاء وعمل تقرير متحفظ وقال ان هي فيها اخطاء مع ان هي الواقع الحقيقة بتاعتها ان هي سليمة، يبقى هنا المراجع حصل ان هو واقع في خطأ، خطأ من النوع الاول ان هو رفض حاجة حقيقية في الواقع. طيب بالعكس بقى اللي هو خطأ النوع التاني ان هو قبل حاجة غير حقيقية في الواقع اللي هي مخاطر قبول فرض غير حقيقي في الواقع، ده النوع التاني اللي هو اسمه بيتا ايرور. طيب دي برضو عايزين نعرف مع دي برضو مثال عليها، ان لو انا عندي نظام الرقابة غير فعال والمراجع قال ان هو نظام فعال وكفء والملتزمين بيه، يبقى هو هنا قبل حاجة غير حقيقية في الواقع، يبقى ده اللي هو خطأ النوع التاني. او برضو ندي مثال على القوائم المالية، لو هي القوائم المالية فيها اخطاء واخطاء جوهرية كمان وفيها غش وتلاعب، والمراجع عمل تقرير نظيف وقال ان القوائم المالية دي قوائم نظيفة وسليمة وبتعبر عن الواقع بصدق وعدالة، يبقى هو هنا عمل ايه؟ يبقى هنا هو قبل حاجة الواقع بتاعها والحقيقة بتاعتها غير ما هي ما باينة، يعني دلوقتي هو كده قبل وقال ان هو القوائم دي قوائم سليمة وهي فيها اخطاء جوهرية، يبقى كده هو قبل فرض غير حقيقي في الواقع، يبقى ده الخطأ من النوع التاني. طيب عايزين برضو نعرف حاجة، الأخطاء دي ممكن ان احنا نعالجها ونتحكم فيها ونظبطها عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا لو غيرنا حجم العينة. ازاي هنغيره؟ دلوقتي احنا قلنا ان أخطاء المعينة دي بتنتج ان المراجع ان هو فحص عينة وما فحصش المجتمع كله. طيب احنا هنا يعني نسأل سؤال مع بعض، طب احنا لو كنا فحصنا المجتمع كله هل هيبقى عندي اخطاء اسمها اخطاء معينة؟ طبعا الاجابة غلط، عشان انا هنا فحصت كل المفردات اللي في المجتمع بكل صفاتها بكل اشكالها، يبقى مش هيبقى عندي اخطاء اسمها اخطاء معينة. طيب انا هنا ممكن برضو ان هو يسألني سؤال، لو انا دلوقتي فحصت المجتمع كله بنسبة 100%، فحصت المفردات كلها، هل هتبقى اخطاء المعينة عندي هتساوي صفر؟ فطبعا هي هتساوي صفر عشان مش هيبقى اصلا عندي اخطاء معينة، عشان احنا قلنا اخطاء المعينة دي بتنشأ ان انا فحصت عينة. طيب يبقى انا هنا كل ما كبرت حجم العينة بتاعتي ده هيفيدني في ايه؟ كل ما كبرت حجم العينة يبقى انا هنا العينة غطت اكتر صفات اكتر من المفردات اللي بيحتوي عليها المجتمع كله، يبقى انا كل ما كبرت حجم العينة كل ما اخطاء المعينة بتاعتي قلت. يبقى احنا هنا لازم نعرف حاجة ان في علاقة عكسية بين مخاطر المعينة وبين حجم العينة، كل ما كبرت حجم العينة بتاعتي هتاخد مفردات اكتر، يبقى انا هفحص الصفات بشكل اكتر، يبقى ده هيخليني ما اقعش في اي اخطاء من اخطاء المعينة. طيب هنشوف بعد كده ايه هي اخطاء غير المعينة، من اسمها كده يعني هي ملهاش علاقة بالعينة، امال ليها علاقة بايه؟ ليها علاقة بعملية المراجعة، يعني انا هنا الاخطاء دي بتنشأ او بتحدث نتيجة بقى لعملية مراجعة العينة دي، ان انا بقى يعني انا دلوقتي ببدأ في مراجعة العينة فحصل اخطاء. زي ايه مثلا؟ زي ان انا استخدمت مستندات غلط او فهمت استنتاجات غلط، او مثلا ممكن ان انا اكون اخترت ادلة اثبات ملهاش علاقة بالحاجة اللي انا بفحصها، او يعني انا هنا ممكن اكون اخترت اجراء غلط او نفذته بطريقة غلط، كل دي حاجات ليها علاقة بعملية المراجعة. طيب يبقى انا هنا اخطاء غير المعينة ملهاش علاقة بعملية سحب العينة، ليها علاقة بعملية المراجعة. طب ممكن ان انا اتحكم فيها برضو، او ممكن المراجع يتحكم فيها
عن طريق ان هو يلتزم بمعايير المراجعة المتعارف عليها. يبقى احنا هنا ميزنا بين اخطاء المعاينة واخطاء غير المعاينة. عرفنا ان اخطاء المعاينة دي بتنشأ نتيجة ان انا سحبت مفردات عينة ممكن تكون ان هي مش مماثلة لبقية مفردات المجتمع. امال الاخطاء غير المعاينة دي بتنشأ من ايه؟ بتنشأ من عملية المراجعة نفسها. نحل أسئلة على الأخطاء. سؤال رقم 18 بيقول: تحدث أي نوع من الأخطاء نتيجة الأخطاء التي ارتكبت عند مراجعة العينة؟ هو هنا بيقول عند مراجعة العينة، يعني أنا هنا أثناء عملية المراجعة. يبقى أنهي أخطاء قلنا عليها هتبقى أخطاء غير المعاينة. طيب السؤال اللي بعده بيقول: لا توجد علاقة بين مخاطر المعاينة وحجم العينة. طبعا دي عبارة خاطئة، علشان احنا قلنا كل ما وسعنا حجم العينة كل ما العينة بتاعتي بقى فيها مفردات اكتر من المجتمع، يبقى انا غطيت الصفات اللي ممكن تكون موجودة في بقية مفردات المجتمع، يبقى انا كده قللت مخاطر المعاينة. يبقى طبعا الإجابة غلط، هتبقى في علاقة عكسية بين مخاطر المعاينة وحجم العينة. طيب رقم 20، السؤال رقم 20 بيقول: اي نوع من الاخطاء دي بيتحكم فيها المراجع عن طريق الالتزام والتقيد بمعايير المراجع المتعارف عليها؟ احنا قلنا اني نوع من الاخطاء معينة ولا غير المعينة؟ طبعا اخطاء غير المعينة، علشان دي سببها عملية المراجع. يبقى انا لما التزم بمعايير المراجع يبقى انا كده هقدر اتحكم في الاخطاء دي. طيب السؤال رقم 21 بيقول: يمكن ضبط اي نوع من الاخطاء عن طريق تغيير حجم العينة؟ طبعا زي ما قلنا ان هي اخطاء المعاينة، قلنا ان احنا لما كبر كل ما نكبر حجم العينة كل ما هنقلل اخطاء المعاينة. طيب كل اللي فات ده كان كلام نظري ومصطلحات ومفاهيم وكل ده. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف الجزء بقى العملي اللي موجود عندنا في الفصل بيتكلم عن ايه. هنبدأ بقى المراجع ان هو عايز اول خطوة ان هو يعملها في عملية الاختبارات نظم الرقابة الداخلية، ان هو عايز يحدد حجم العينة، عايز يشوف هيفحص عينة حجمها قد ايه من المجتمع. طب بعد كده عايز يختار مفردات العينة، بعد كده هيفحص اللي هي مفردات العينة اللي هو اختار، واخر حاجة هيقيم نتائج العينة اللي هو فحصها. كل حاجة من دول هنشوف بتتعمل ازاي. اول حاجة عندنا في حساب حجم العينة عندنا تعريف لحجم المجتمع. ايه هو المجتمع؟ زي ما قلنا ان هو المقدار الكلي الذي يتم استخراج العينة منه. يعني احنا هنا زي ما قلنا ان هو مثلا لو انا كل المعاملات كل الحسابات دي كده اسمها، يعني ده كده المقدار الكلي، ده كده اسمه المجتمع. المجتمع ده اللي انا هاخد منه جزء اللي هو اسمه العينة، ده اللي انا هفحصه. لازم المراجع وهو يحدد حجم العينة بتاعته لازم يعرف ايه هو المجتمع بتاعه. هل هو مجموعة مستندات؟ هل هو مجموعة فواتير؟ هل معاملات تجارية؟ هل هو شيكات؟ يعرف ايه هو المجتمع بتاعه ويحدده، يحدد جميع المفردات بتاعته اللي هياخد منها عينة علشان يختبر. طيب بعد كده بيقول ان احنا علشان نحدد حجم، بيقول ان حجم المجتمع ده ليه تأثير مادي على حجم العينة. اذا كان حجم المجتمع ده بيحتوي على اقل من 1000 مفردة. نشوف مع بعض في الجدول ده. الجدول هنا عندنا حجم المجتمع 50 مفردة. طب وحجم العينة اللي اختارها المراجع 45. طب لما زاد حجم المجتمع بقى 100، بقى حجم العينة 64. طب لما بقى 500 بقى 87. طيب نشوف بقى كده بعد الألف، أما بقى حجم العينة 90، هل بعد الألف التغيير في حجم العينة هل هو تغيير كبير ولا مش كبير زي ما كان حجم المجتمع بتاعي أقل من 1000 مفردة؟ طبعا احنا هنا لو خدنا بالنا وهو حجم المجتمع 2000 مفردة هنلاقي حجم العينة 92. طب بقى 5000 هنلاقي حجم العينة زاد بحاجة بسيطة جدا، بقى 93. طب لما بقى 100000
حجم العينة 93. يعني احنا هنا زي ما احنا شايفين في الجدول، حجم المجتمع ليه تأثير مادي كبير على حجم العينة لو حجم المجتمع أقل من 1000 مفردة. تمام؟ يعني احنا هنا زي ما احنا شايفين في الجدول، الألف لو هو أكتر من 1000 بيبقى التأثير، بيبقى لو هو أكتر من 1000 بيبقى تأثير مش جوهري، يعني التغيير في الحجم بتاع العينة ما بقاش ملحوظ زي ما احنا شايفين. 92 93 يعني تغيير مش ملحوظ غير لما كان حجم المجتمع أقل من 1000 واحد. بعد كده عايزين نعرف مع بعض تعريفات مهمة جدا. أول حاجة المعدل المتوقع لحدوث الأخطاء، يعني ايه ده؟ ده معناه ايه هي؟ يعني هنا المراجع بيقدر عدد المرات اللي ممكن يحصل فيها خطأ معين في المجتمع اللي بيفحصه. وناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان انا هنا قلت عدد المرات المتوقع ان يحصل فيها خطأ في المجتمع، يعني هنا المعدل المتوقع لحدوث اخطاء ده بالنسبة كم مرة ممكن يحصل خطأ في المجتمع كله، ده مش بالنسبة لعينة، ده بالنسبة للمجتمع كله. طيب ده احنا زي ما قلنا المراجع هو اللي بيقدره، يعني هنا ده بيتم تقديره عن طريق ايه؟ خبرة المراجع. طب المراجع عن طريق خبرته المهنية السابقة لهذا المجتمع، او فهمه المبدئي لنظام الرقابة الداخلية، او على اساس مراجعة سنة سابقة. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني هو مثلا لو بيراجع مبالغ بتاعة نقدية، فهو يعني لازم برضو ان هو بناء على خبرته هو عارف ممكن عدد المرات المتوقع ان يحصل فيها اخطاء. طيب او على اساس فهمه المبدئي لنظام الرقابة الداخلية، ممكن برضو ان هو شايف لو لقى الموظفين دول ملتزمين بنسبة كبيرة بنظام الرقابة الداخلية، ده هيتوقع اكيد ان هم مش هيبقى عندهم اخطاء زي ما لو نظام الرقابة الداخلية في الشركة دي ضعيف. طب او على اساس مراجعة السنة السابقة ليه، لو المراجع ده بيراجع حسابات الشركة بقاله كذا سنة وهو لقى البند ده كان السنة اللي فاتت فيه أخطاء كتير، يبقى أكيد السنة دي هيتوقع أو هيقدر ليه، هيقدر المعدل بتاعه المتوقع هيدوس أخطاء، هيقدر له برضو رقم كبير زي خبرته بتاعت السنة اللي فاتت في نفس الشركة. بيقول لو المراجع بيفحص المجتمع ده لأول مرة، فعليه بفحص ودراسة عينة استرشادية. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان هنا دلوقتي لو المراجع لسه اول سنة ليه ان هو يراجع الشركة دي والمجتمع ده، فهو هنا بيعمل فحص لعينة استرشادية. طب يعني ايه عينة استرشادية دي؟ ده يعني مثلا لو المجتمع بتاعي مكون من 1,000,000 واحد او ايا كان العدد كبير، فهو هياخد عينة استرشادية بيبقى حجمها صغير جدا، يعني مثلا هياخد 50 وحدة او 50 مفردة، هيعمل لهم كده فحص، هيقدر منهم. يعني لو لقى ان ال50 وحدة دول فيهم اخطاء كتير، اكيد هيقدر منهم حجم العينة، او هيقدر منهم المعدل المتوقع لحدوث الاخطاء في بقية المجتمع. يعني انا هنا العينة الاستشارية دي بيبقى حجمها صغير، بس بتوضح لي ايه هو المعدل المتوقع لحدوث الاخطاء في بقية المجتمع. طيب بعد كده بيقول لي ان معدل الحدوث المتوقع ده بيؤثر طرديا في حجم العينة. يعني انا دلوقتي كمراجع لو انا متوقع ان يحصل اخطاء كتير في المجتمع بتاعي ده، اكيد انا كده هاخد، او لما انا بقى اجي افحص يبقى هبقى عايزة حجم عينة كبير علشان انا متوقع اخطاء كتير. طيب يبقى انا هنا ده كده اسمه تأثير طردي. يبقى انا كل ما زاد معدل الحدوث المتوقع، كل يعني لو انا مراجع كل ما توقعت ان المجتمع ده يحصل فيه اخطاء اكتر، يبقى انا هزود حجم العينة بتاعي. طيب بعد كده هناخد المعدل المقبول لحدوث الخطأ. طيب ايه هو المعدل المقبول ده؟ ده بيبقى اكتر نسبة للخطأ ممكن المراجع ان هو يقبلها، يعني اكتر عدد من الاخطاء المراجع ممكن هو يقبلها، بس هنا في تقديره للعينة. يبقى شفتوا الفرق؟ يبقى احنا عرفنا المعدل المتوقع لحدوث اخطاء، المتوقع بيبقى في المجتمع، انما المقبول بيبقى في تقديره للعينة.
ده برضو اللي بيحدده هو الحكم الشخصي والمهني للمراجع، هو اللي بيحدد ايه هو المعدل المقبول لحدوث الخطأ. طيب لازم ان هو ياخد في عين الاعتبار ايه هي الأهمية النسبية للصفة محل الاختبار دي. طيب معناه ايه الكلام ده؟ دلوقتي لو المراجع بيشوف الصفة، بيراجع فواتير معينة وبيراجع الصفة بتاعة الخطأ الحسابي، حاطط للخطأ الحسابي دلوقتي ليه أهمية كبيرة، أهمية النسبية لصفة الخطأ الحسابي دي أهمية كبيرة عن مثلا لو في خطأ ان هما نسيوا توقيع معين. اكيد دلوقتي ان لو بيبقى في خطأ حسابي ده اهميته كبيرة من نقص توقيع، يبقى هنا لما بتزيد الأهمية النسبية لصفة معينة ده كده أنا مش هقبل إن يحدث فيها أخطاء. يبقى دلوقتي هنا لما المراجع يلاقي إن الأهمية النسبية للصفة دي كبيرة فهو مش هيسمح إن يبقى فيها أخطاء كتير، يبقى هنا معدل، هيدي معدل مقبول لحدوث الخطأ أقل. طب لما أنا مش عايزة يحصل أخطاء في اللي هو الصفة اللي انا براجعها دي، يبقى انا كده هزود حجم العينة بتاعتي. يبقى احنا هنا لازم نعرف حاجة، ان معدل حدوث الخطأ المقبول بيرتبط عكسيا بحجم العينة. يعني انا دلوقتي، وطبعا زي ما قلنا ده اللي بيأثر فيه الأهمية النسبية، انا الخطأ اللي لو انا عندي خطأ حسابي ده اهميته اكبر من نقص توقيع، يبقى انا دلوقتي طالما ده اهميته اكبر يبقى انا مش هسمح، يبقى انا هخلي معدل المقبول لحدوث الخطأ هخليه اقل. طب لما انا هقلله انا مش هسمح باخطاء في الـ العينة اللي انا براجعها دي، يبقى انا عايز ازود حجم العينة. طيب بعد كده بيقول ان المعدل المتوقع لحدوث الاخطاء اللي احنا قلنا عليه في الاول والمعدل المقبول لحدوث الخطأ، اللي هما الاتنين دول مع بعض، الاتنين دول بيحددوا لي حاجة اسمها الدقة. الدقة دي اللي هو الدقة دي اللي هي المدى اللي بتقع فيه الفرض الصحيح. طيب معناه ايه؟ ان نتيجة العينة او النتيجة الصح بتبقى جواه، اللي هي الدقة دي بقى احنا بنحددها ازاي؟ اللي هي بتبقى الفرق بين المعدل المتوقع لحدوث الخطأ والمعدل المقبول لحدوث الخطأ، يعني الفرق بين عدد الأخطاء المتوقعة والمعدل المقبول اللي هو المراجع عايزه، اللي هو المراجع ممكن يقبله. يبقى الفرق بين المتوقع والمراجع عايزه اللي ممكن يقبله ده اللي هي الدقة. طيب نكمل مع بعض في الدقة. بيقول لما بيضيق مدى الدقة، يعني المعدلين بيبقوا قريبين من بعض عشان احنا قلنا ان هو بيبقى الفرق بين المعدل المتوقع والمعدل المقبول. طب لما الفرق ده يقل، يعني المعدلين يبقوا قريبين من بعض، ده يبقى انا كده عايزة حجم العينة بتاعي يبقى اكبر. هندي مثال بيقول اذا كان المعدل المتوقع للحدوث 2% والمعدل المقبول 7%، يبقى الدقة هتكون كام؟ زي ما قلنا ان هي الفرق بين المعدلين هيبقى 7% ناقص 2% هيبقى الدقة بتساوي 5%. طيب بعد كده هنتكلم عن مصطلح مستوى الثقة. مستوى الثقة ده زي ما احنا عرفنا وخدنا في الفصل اللي قبل ده ان هو درجة التأكد المراجع من نتيجة العينة. يعني المراجع هنا بيقول ممكن ان احنا نعتمد على العينة دي والنتائج بتاعتها بنسبة قد ايه. طبعا احنا قلنا ان المكمل ليه بيبقى اللي هو مستوى الخطر. طيب هنا احنا قلنا مستوى الثقة ده يعني اللي هو ثقة المراجع في نتيجة العينة ده، في نتيجة العينة اللي هو مطلع، وده لازم ان هو طبعا يبقى نسبته كبيرة، ممكن هو يبقى 95% او 90%، علشان المكمل بتاعه بيبقى اللي هو مستوى الخطر اللي هو بيبقى 5% او بيبقى 10%. طيب وحاجة مهمة جدا برضه هنا بيقول ان لما بيزيد، لو احنا عايزين، لو المراجع عايز ان هو يزود مستوى الثقة بتاعه، يبقى اكيد ان هو هياخد العينة بتاعته يبقى حجمها اكبر. يبقى هنا في علاقة طردية بين مستوى الثقة وبين حجم العينة. يعني انا علشان انا هنا بقول كمراجع انا بزود مستوى الثقة، مش هزودها كده
لوحدي، لا يعني مستوى الثقة معناه ان انا ناتج العينة بتاعي انا واثق فيه، وممكن ان احنا نعتمد عليه. يبقى انا علشان ابقى واثق اكتر في نتائج العينة بتاعتي، يبقى انا هكبر حجم العينة علشان العينة كده تكون غطت مفردات اكتر من المجتمع، فيبقى نتيجتها تبقى سليمة واقدر ان انا اعتمد عليها. طيب اخر تعريف عندنا بيقول المستوى المقبول لخطر تقدير خطر الرقابة اقل من الحقيقة. نفهم مع بعض كده واحدة واحدة. المستوى المقبول، المستوى المقبول ده زي ما احنا قلنا ان هو الحد الاقصى، يعني الحد الاقصى اللي ممكن المراجع ان هو يقبله. طب معناه ايه خطر تقدير خطر الرقابة اقل من الحقيقة؟ طيب احنا هنا عايزين نفهم يعني ايه ان انا قدرت خطر الرقابة اقل من الحقيقة. فاكرين اللي احنا لسه شارحينه اللي هو خطأ بيتا، اللي هو بيتا ايرور، اللي هو الخطأ من النوع التاني، ان انا كمراجع ممكن ان انا اقدر حاجة اقل من حقيقتها. يعني انا هنا ممكن ان انا اقول ان نظام الرقابة بتاعي ان انا اقول ان هو اقل فاعلية مما هو عليه في الحقيقة. يعني ممكن يبقى نظام الرقابة بتاعي فعال والمراجع يقول ان هو مش فعال، يبقى انا هنا قدرت خطر الرقابة اقل من الحقيقة، يعني انا قدرته اقل من الحقيقة اللي هو موجود عليها فعلا. طب يبقى انا هنا لما اقدر خطر الرقابة بتاعي بحاجة عكس الحقيقة، يعني بمستوى اقل من المستوى الحقيقي، ده يعتبر انا كده وقعت في خطأ. يبقى احنا هنا كمراجع لازم برضو ان هو يحط لنفسه مستوى مقبول لخطر ان هو ممكن يقدر مستوى خطر الرقابة ده بشكل اقل من الحقيقة. طب هنا لازم ان هو قلنا ان احنا ان هو يحدد مستوى مقبول، وبيبقى عندنا برضو لازم ان هو يبقى المستوى ده منخفض، يعني هو يبقى بنسبة 5% او بنسبة 10%. طيب هنا بيقول ان هو المستوى ده بيرتبط عكسيا بحجم العينة، يعني انا هنا علشان اقدر صح لازم ان انا اكبر حجم العينة بتاعي. طيب هنا عندنا في جداول احصائية بتسمح بمستويين لخطر التقدير اقل مما يجب. اقل مما يجب يعني هنا خطر التقدير اللي هو اقل من الحقيقة. عندنا زي ما قلنا نسبتين اللي هو 5% و10%. هندي هنا كده مثال صغير ده بس علشان تشوفوا معانا. هنا ده كده جدول عندنا اسمه جدول احصائي. الجدول ده بيبقى فيه حجم العينة اللي انا بختارها. هنا زي ما قلنا ان الجدول ده زي كده ما انا عامله لكم من فوق كده مكتوب بنسبة 5% اللي باللونها احمر، في جدول تاني زيه لو المراجع مقدر الخطر التقدير اقل مما يجب لو مقدره ب10%، ده ليه جدول تاني. طيب احنا هنا عندنا الجدول بتاع خطر التقدير ده جدول بتاع نسبة 5%. الجدول ده بيبقى فيه عندي موجود زي ما شايفين على اليمين، بيبقى عندنا معدل المتوقع لحدوث الخطأ في المجتمع اللي احنا قلنا عليه في الاول. طيب وعندنا ايه تاني؟ عندنا بعد كده معدل المقبول لحدوث الخطأ. طيب احنا هنا علشان نحدد حجم العينة لازم يبقى عندي ثلاث حاجات عارفاهم زي كده ما احنا قلنا. لازم اول حاجة ان احنا نبقى محددين ايه هو نسبة خطر التقدير اقل مما يجب، واحنا هنا قلنا ان هي نسبتها 5%، يبقى خدنا الجدول بتاع 5%. تاني حاجة ان احنا لازم نبقى عارفين ايه هو معدل المتوقع لحدوث الخطأ. ثالث حاجة لازم نبقى عارفين ايه هو معدل المقبول لحدوث الخطأ. طب لنفرض ان هو قال لنا ان خطر الرقابة خطر التقدير اقل مما يجب 5%، ماشي، ومعدل المتوقع لحدوث الخطأ 3%، ومعدل المقبول لحدوث الخطأ لو قال ان هو 6%، يبقى احنا هنا هنختار في معدل المتوقع هننزل لحد 3% زي ما جبنا بالسهم، وهنختار في معدل الحدوث معدل المقبول لحدوث الخطأ 6%،
ويبقى حجم العينة بتاعي هي نقطة التقاطع بين المعدلين، يبقى بين السهمين دول هنشوف نقطة التقاطع، يبقى هنا عندي رقم 195، يبقى أنا هنا هيبقى حجم العينة بتاعي اللي هو تقاطع معدل المتوقع لحدوث الخطأ مع معدل المقبول لحدوث الخطأ، يبقى ده حجم العينة بتاعتي اللي هو 195 مفردة. هنشوف مع بعض الأسئلة على موضوع حساب حجم العينة. عندنا السؤال رقم 22 بيقول بيقصد بأنهي واحد في دول هو عدد المرات التي من المتوقع أن يتكرر فيها الخطأ في مجتمع معين. احنا دلوقتي هو بالتعريف قايل عدد مرات من المتوقع يحدث فيها خطأ، وبالنسبة لإيه؟ للمجتمع هيبقى المعدل المتوقع لحدوث الأخطاء، وزي ما قلنا إن هو في المجتمع. طيب السؤال اللي بعده بيقول يقيس مستوى الثقة درجة الاعتماد على العينة وخطر وقوع القيمة الحقيقية للخاصية المراد فحصها بالمجتمع خارج نطاق مدى الدقة. طبعا العبارة دي صحيحة، عشان احنا قلنا ان هو مستوى الثقة ده بيقول لي انا هعتمد على نتاج العينة دي قد ايه، بالنسبة قد ايه، وطبعا عكسها اللي هو مستوى الخطر اللي هو هيقول لي ممكن ان النتيجة او القيمة الحقيقية بتاعتي ان هي تبقى خارج مدى الدقة، يعني اللي هي تبقى غلط بنسبة قد ايه. يعني مستوى الثقة اللي هو مثلا لو 95% فهو برضه هيحدد لي مستوى الخطر، ان انا كده هعرف ان هو المكمل بتاعه 5%. طيب بعد كده رقم 24 بيقول بيحدد المعدل المتوقع للحدوث والمعدل المقبول للحدوث معا ما يعرف بمستوى الثقة. طبعا العبارة دي عبارة خاطئة، عشان احنا قلنا الاتنين المعدل المتوقع والمعدل المقبول هما الاتنين بيحددوا مع بعض ما يعرف بالدقة، اللي هو قلنا الفرق بين المعدلين. آخر سؤال عندنا بيقول إذا كان المعدل المتوقع للحدوث 4% والمعدل المقبول للحدوث 9% فتكون الدقة كام؟ طبعا هيبقى زي ما قلنا الدقة هي الفرق بين المعدل المتوقع والمعدل المقبول، هيبقى 9% هنطرح منهم 4% هتبقى الإجابة عندنا 5%. ممكن في الامتحان يعني نخلي بالنا ممكن هو يدينا في الاختيارات جمعهم مع بعض او ضربهم في بعض، فاحنا لازم عارفين ان الدقة هي الفرق بين المعدلين. بعد كده حساب حجم العينة، برضو شوية أسئلة تانيين. الأسئلة دي مهمة اللي هي العلاقات بين التعريفات اللي احنا خدناهم وحجم العينة. احنا قلنا العلاقة بين معدل الحدوث المتوقع وحجم العينة علاقة طردية ولا عكسية ولا لا توجد علاقة؟ طبعا هتبقى علاقة طردية، عشان قلنا لما المراجع بيتوقع ان يحصل اخطاء اكتر في المجتمع فده هيخليه ان هو يزود حجم العينة. طيب بعد كده معدل حدوث الخطأ المقبول وحجم العينة، قلنا ان العلاقة بينهم علاقة عكسية، علشان لما المراجع يلاقي اهمية نسبية كبيرة للصفة اللي هو بيراجعها فهيقلل معدل المقبول لحدوث الخطأ، مش هيسمح باخطاء. طيب فهو ما يسمحش باخطاء، يعني لما يقلل معدل الخطأ المقبول ده كده هيخليه ان هو يزود حجم العينة، تبقى العلاقة عكسية. طيب السؤال اللي بعده بيقول هناك علاقة نقط بين مستوى الثقة التي يرجى بها المراجع في نتائج المعاينة وبين حجم العينة. طبعا احنا قلنا العلاقة بينهم علاقة طردية، يعني انا لو عايز ازود مستوى الثقة بتاعتي في النتائج يبقى انا هوسع حجم العينة بتاعتي. طيب بعد كده بيقول هناك علاقة بين خطر التقدير الخاطئ لخطر الرقابة وحجم العينة، اسمه خطر تقدير خاطئ او خطر تقدير اقل مما يجب او اقل من الحقيقة، كل ده يعتبر ان هو خاطئ. يعني انا لما اقدر خطر الرقابة اقل من حقيقته يبقى انا كده قدرته بشكل خطأ، او ان انا قدرته اقل مما يجب ده كده برضو يعني يعتبر ان انا قدرته اقل من مستواه الحقيقي، يبقى ده كده اسمه تقدير خاطئ. كلهم اسم يعني معناهم اللي هو خطر التقدير الخاطئ لخطر الرقابة. طبعا احنا قلنا العلاقة بينهم علاقة عكسية.
طيب بعد ما عرفنا ازاي بنحدد حجم العينة، دلوقتي هندخل على الخطوة اللي بعدها، ازاي بقى هنسحب مفردات العينة دي. احنا زي ما احنا عرفنا ان دلوقتي السحب بتاع مفردات العينة ان احنا بنعتمد على نظرية الاحتمالات، اللي هو بحيث ان يكون لكل مفردة في المجتمع نفس الفرصة ان انا اختارها تبقى معايا ضمن مفردات العينة. وهنا احنا بيبقى فيه طبعا الاختيار بيبقى اختيار عشوائي وغير متحيز. طيب هنا بيقول ان احنا عندنا 3 بدائل للاختيار العشوائي، اللي هي 3 طرق برضو شائعة الاستخدام. اول حاجة عندنا اللي هو الاختيار باستخدام جداول الارقام العشوائية، تاني حاجة الاختيار العشوائي المنتظم، تالت حاجة الاختيار الطبقي. طيب اول حاجة هناخدها اللي هو الاختيار باستخدام جداول الارقام العشوائية، ده علشان نستخدم الطريقة دي لازم ان احنا نحط في اعتبارنا حاجتين. اول حاجة لازم يبقى في عندنا شكل للتوافق والتماثل بين ارقام المستندات اللي انا بفحصها وبين جداول الارقام العشوائية. يعني ايه؟ يعني انا ما يبقاش مثلا المستندات عندي مكونة ارقامها مكونة من خانتين بس، يعني مثلا ما يبقاش لو 10 15 20 65، ما يبقاش لو الارقام بتاعتي مكونة من خانتين وجداول الارقام العشوائية مكونة من 4 خانات، يعني ما تبقاش مثلا هو من 5600 4200، يعني يبقى انا هنا ما عنديش توافق بين ارقام المستندات اللي انا بفحصها وبين جدول الارقام اللي موجودة في جدول الارقام العشوائية. طيب تاني حاجة بيقول يجب على المراجع تحديد مسار متسق خلال الجداول من اجل ضمان الحركة المنتظمة، وان يستمر المراجع بنفس المسار. يعني لو انا هختار من جداول الارقام العشوائية دي وهاخد الارقام اللي موجودة في الجدول، انا خدت العمود ده هاخد الارقام بشكل رأسي، ما ينفعش ان انا اخد كام رقم رأسي وبعدين اخد الارقام بعد كده بشكل افقي وبعدين ارجع تاني اخد ارقام رأسي وبعدين اخد افقي. لا، لازم ان انا طالما حددت ان انا هاخد الارقام بشكل رأسي يبقى انا كده استمر بعدين بنفس المسار ده. طيب بعد كده بيقول ان جداول الارقام العشوائية دي جواها برضو ليها طريقتين. اول حاجة عندنا حاجة اسمها المعاينة مع الاحلال، تاني حاجة اسمها المعاينة بدون الاحلال. طيب يعني ايه المعاينة مع الاحلال؟ يعني انا دلوقتي الرقم اللي انا خدته اللي انا اخترته علشان ارجعه هرجعه تاني للمجتمع، وممكن ان انا اختاره تاني ويبقى عندي الرقم ده قابل للسحب بشكل تاني. طيب انا هنا لما هسحبه تاني يبقى هيدخل العينة عندي عادي، هيدخل تاني العينة وهرجعه تاني في العينة. طيب ده اسمها المعاينة مع الاحلال. طب انا دلوقتي لو طلع لي الرقم ده تاني وانا تجاهلته، يعني انا طلع لي الرقم تجاهلته وانتقلت للرقم اللي بعده، يبقى انا هنا استخدمته وسحبته وهرجعه مرة واحدة بس، يبقى انا هنا ساعتها بستخدم المعاينة بدون الاحلال. يعني هنا المعاينة بدون الاحلال الرقم اللي اخترته مرة مش ممكن ان انا اختاره تاني. طيب حاجة برضو عايزين نعرفها ان الطريقتين دول اللي هو المعاينة مع الاحلال والمعاينة بدون الاحلال الاتنين مقبولتين احصائيا، يعني الاتنين هما مقبولين، بس المراجعين بيفضلوا انهي طريقة منهم؟ بيفضلوا المعاينة مع الاحلال، ان الرقم اللي انا اخترته هرجعه تاني للمجتمع وممكن ان انا اختاره تاني واسحبه تاني. طيب هنا برضو علشان نوضح الجداول الارقام العشوائية دي هنشوف مع بعض هنا مثال بيقول ان المراجع عايز يختار عينة مكونة من 93 مستند، وهنا بيقول المستندات دي هي فواتير بيع وعددها الاجمالي هم كلهم المجتمع كله 5000 مستند. طيب هنا المراجع احنا قلنا لازم ان هو يبقى فيه توافق بين الارقام المستندات والارقام اللي موجودة في الجدول. طيب هنا الجدول مكون من 4 ارقام عادي، يبقى انا هنا ده تمام معايا علشان احنا هنا بناخد من رقم 1 لرقم 5000. طيب هنا هنشوف مع بعض، احنا لو فرضنا ان احنا هنختار من اول عمود، اول رقم عندي مكتوب 9492. طيب اذا كان انا اصلا اجمالي المستندات اخر فاتورة عندي رقمها 5000، يبقى الرقم ده مش هينفع معايا عشان الرقم ده 9000، انا ما عنديش فاتورة رقمها 9000، انا اخر الفواتير عندي
5000، يبقى ده مش هناخده. هنشوف الرقم اللي بعده، لو تلاحظوا ان احنا هنا هنمشي اللي هو العمود، هنمشي كده نفس المسار، لقينا الرقم 1557، يبقى الرقم ده تمام شغال معانا هناخده. بعد كده 714، ده برضو في النطاق معانا يبقى هناخده. بعدين 558، تمام معانا. بعدين 1400، هناخده معانا. بعد كده 5169، ده اكتر من عدد المستندات الموجودة، يبقى ده مش هناخده معانا. وكده هنكمل بقى على كده بقية الجدول لحد ما نختار 93 مستند. طيب بعد كده عندنا الطريقة التانية لسحب مفردات العينة، اللي هي الاختيار العشوائي المنتظم. طب امتى بستخدم الاختيار العشوائي المنتظم؟ لما بيبقى عندي المستندات اللي انا بفحصها مش مترتبة ومش مترقمة. طيب هنا المستندات مش مترقمة، فانا هجيب لها ارقام منين؟ يبقى انا هنا مش هعرف استخدم جداول الارقام العشوائية، عشان هي اصلا المستندات مش مترقمة. طيب فهنا بستخدم الحاسب الالي، بدخل الفواتير دي كلها على الحاسب الالي، والحاسب الالي هو اللي بيرقم لي الفواتير دي. يعني انا بقدم له ورق، فهو بيدي كل ورقة من دول بيديها رقم معين. طيب يبقى انا هنا في اما بستخدم الحاسب الالي بيحدد لي رقمين، اول حاجة رقم البداية، تاني حاجة اسمه رقم الاضافة. رقم البداية ده الكمبيوتر بيختاره عشوائي من بين الارقام اللي موجودة. طيب ورقم الاضافة، رقم الاضافة ده بجيبه عن طريق ان انا بقسم عدد المفردات الموجودة عندي في المجتمع على عدد مفردات العينة. المراجع عايز عينة فيها حددت فيها اللي هو من الخطوة الاولانية لازم العينة دي تبقى فيها كم مفردة. طيب نشوف مثال مع بعض. هنا بيقول مراجع بيرغب في اختيار 195 مستند، يبقى هنا العينة اللي هو عايزها 195. طيب من مجتمع مستندات فيه 19500 مستند. طيب التي تم ترقيمها، المستندات دي دخلناها على الكمبيوتر وترقمت من 1 ل 19500. طيب هنا المراجع اختار اول مستند، اختاره 25. طيب رقم الاضافة هنا هيبقى كام؟ هيبقى 100. طب ده احنا حسبناه ازاي؟ حسبناه عن طريق ان احنا قسمنا عدد مفردات المجتمع اللي هي 19500 على عدد مفردات العينة، على حجم العينة اللي احنا كنا عايزين اللي هو 195، قسمناهم على بعض طلع رقم الاضافة عندي 100. طب يعني ايه رقم الاضافة؟ يعني رقم الاضافة ده الرقم اللي انا هضيفه على اول رقم اخترته علشان يجي لي الارقام اللي بعد كده اللي هختارها. يبقى احنا هنا عندنا اول حساب او اول مفردة هنختارها اللي هي المفردة رقم 25 اللي هو رقم البداية بتاعنا. طيب بعد كده انهي مفردة هختارها؟ يبقى هزود على 25 دي رقم الاضافة، هزود عليها 100، هيبقى تاني مفردة هختارها اللي هي مفردة رقم 125. طيب تالت مفردة هتبقى رقم كام؟ هزود على المفردة رقم 2 اللي هي 125، هزود عليها تاني رقم الاضافة اللي هو 100، هيبقى 225. وكده هنفضل بقى نجمع على الرقم اللي بيطلع، هنجمع عليه رقم الاضافة اللي هو 100 عشان يديني الرقم اللي بعده اللي انا هختاره، لحد ما جمع 195 مستند اللي هم هيمثلوا لي العينة اللي انا هفحصها واقيمها بعد كده. طيب اخر طريقة عندنا اللي هو اسمها الاختيار العشوائي الطبقي. طيب عايزين نفهم مع بعض يعني ايه. هنا المراجع اما بيبقى عنده المجتمع بتاعه بيقسم المجتمع طبقات، وبيسحب من كل طبقة بيختار منها اختيار عشوائي. طيب يعني ايه؟ برضو ندي مثال عشان نفهم. لو هنا المراجع بيراجع مبالغ المبيعات، وعنده المبيعات بتاعت الشركة، في مبيعات الشركة عملتها من اقل رقم موجود لحد 100000. المبيعات اللي عملتها عندها برضو مبيعات، قسمها من مبلغ 100000 ل 500000، وعمل تقسيمة تانية من 500000 لمليون. يبقى هنا هو قسم مجتمع مبالغ المبيعات عنده، قسمهم طبقات،
وهيسحب من كل طبقة هيسحب منها عدد معين يدخلها معاه العينة. طيب طبعا الطريقة دي مفيدة وليها ميزة في موضوع ان هنا هيبقى العينة بتاعته هتغطي كل الفئات بتاعة المجتمع. يعني هو لو كان سحب بشكل عشوائي من غير ما يقسم طبقات كان ممكن ان هو ما يجيلوش في العينة مفردة بيبقى المبلغ بتاعها من ضمن الملايين. ممكن برضو ان هو ما كانش يجيله مبالغ قليلة. ممكن ان هو يبقى العينة لو كان خدها بشكل عشوائي كان ممكن ان هي تقع في مثلا هو من 100,000 ل 500,000. انما هنا هو قسم طبقات علشان يضمن ان هو يختار مفردات من كل طبقة في دول بحيث ان هو تغطي كل المبالغ وكل الارقام اللي موجودة عندنا في المجتمع. دلوقتي هنحل مع بعض اسئلة على الموضوع بتاع سحب مفردات العينة. اول سؤال عندنا هنا بيقول بتطبيق اساليب المعاينة الاحصائية يجب ان تكون العينة المختارة عشوائية. طبعا العبارة هتبقى صحيحة عشان قلنا ان احنا في المعاينة الاحصائية احنا هنا بنستخدم او بنعتمد على نظرية الاحتمالات. طيب بعد كده السؤال بيقول هناك طريقتين لاستخدام جداول الارقام العشوائية، هما المعاينة مع الإحلال والمعاينة بدون الإحلال. الطريقتين مقبولتين إحصائيا إلا أن معظم المراجعين بيفضلون المعاينة بدون الإحلال. طبعا عبارة خاطئة علشان يعني هو لو كان قال أن هو السؤال لحد أن في طريقتين الطريقتين مقبولين إحصائيا ده كده هتبقى عبارة صح، بس المراجعين بيفضلوا المعاينة مع الإحلال يبقى عشان كده العبارة خاطئة. طب السؤال اللي بعده بيقول عندما تكون المستندات غير مرقمة فإن البديل المقبول لجداول الأرقام العشوائية استخدام الحاسب. طبعا العبارة دي هتبقى عبارة صحيحة علشان احنا قلنا لما المستندات بتبقى مش مترقمة فأنا ما عنديش أرقام مستندات ممكن أنا استخدم جداول الأرقام العشوائية، فأنا هلجأ لأن أنا أحط المستندات دي على الحاسب الآلي وهو اللي هيرقمها، وبعد كده انا ممكن بقى ان هو يختار الارقام بتاعتها علشان الحاسب هو اللي رقمها اللي هو احنا قلنا عليها طريقة الاختيار العشوائي المنتظم. اخر سؤال عندنا بيقول بفرض استخدام المراجع طريقة الاختيار العشوائي المنتظم وكان رقم البداية 10 ويريد سحب 20 مفردة من مجتمع يبلغ عدده 3500 مفردة فان رقم الاضافة سيكون. طبعا احنا قلنا مع بعض ان رقم الاضافة اللي هو بيساوي عدد مفردات المجتمع على عدد مفردات العينة، يبقى رقم الاضافة عندنا هيبقى 3500 على 20 هيطلع عندنا 175 175 ده رقم الاضافة اللي انا هزوده على 10. طب لو سألنا سؤال تاني ما قالش ايه هو رقم الاضافة، قال ايه العدد التاني اللي هيتم سحبه بعد رقم 10، يبقى احنا هيبقى عندنا لازم ان احنا نجمع رقم البداية اللي هو رقم 10 هنجمعه مع رقم الاضافة اللي هو 175 هيبقى الرقم التاني اللي هيتم سحبه اللي هو 185. طب احنا دلوقتي بعد ما خلاص حددنا حجم العينة بتاعتنا وسحبنا المفردات بتاعت العينة دي بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنفحص المفردات اللي احنا سحبناها. طيب هنا بيقول ان لازم المراجع ان هو يفحص كل مفردة في العينة اللي هم اللي اختارهم يفحصها بعناية ودقة بالنسبة للخاصية او الصفة المختارة اللي هو عايز يفحصها. وهنا بيقول علشان الخطوة دي تنجح لازم المراجع ان هو بيحدد ايه هو الانحراف او المخالفة عند الصفة اللي هو بيراجعها دي. يعني انا مثلا لو انا بفحص هل المستندات بتاعتي موقعة يبقى المخالفة او الانحراف ان انا ملاقيش توقيع، يبقى عدم وجود توقيع يبقى ده كده الانحراف او المخالفة عن الصفة اللي انا بختبرها او براجعها. طيب بيقول هنا كمان عند فحص نمط معين من المستندات فعادة ما يهتم المراجع باكتر من صفة واحدة. طيب معناه ايه الموضوع ده؟ طيب دلوقتي احنا عارفين ان احنا مثلا في المراجعة احنا ممكن ان احنا نفحص اكتر من صفة، يعني احنا ممكن نفحص هل
الحسابات دي مبوبة صح ولا لا، هل في المستندات، هل في توثيق دقيق ولا لا، هل لو انا مثلا بفحص فواتير هل الكميات اللي مكتوبة في الفاتورة هي اللي موجودة في تقرير الاستلام ولا لا، هل امر الشراء متوافق الكميات بتاعته مع الفاتورة بتاعة المورد ولا لا، هل في صحة تجميع في الأرصدة ولا في أخطاء في الحساب. كل دي تعتبر صفات بيبقى المراجع عايز يفحصها. دلوقتي بقى، طب احنا عندنا مثلا 5 أو 6 صفات، هل هنفحص أو هنسحب 6 عينات علشان نراجع كل صفة؟ لا، هنا المراجع أو المراجع هنا بتقول ان احنا بنفحص الصفات دي مع بعض، يعني بدل ما اسحب 6 عينات مختلفة علشان اختبر كل صفة من دول لوحدها، لا احنا هنا بنسحب عينة واحدة بنختبر فيها 6 صفات دول مع بعض. يعني احنا نفس العينة كل مستند هنمسكه، كل مفردة هنمسكها في المفردات اللي احنا سحبناها من العينة دي، هنشوف في المستند ده هل موجود فيه توقيع، هل موجود فيه أخطاء حسابية، هل الكميات اللي فيه مطابقة لمثلا أمر الاستلام أو مع الفواتير الباقية مع المستندات الباقية، هل الأسعار اللي فيه هي الأسعار المعلنة للعملاء. كل الصفات اللي المراجع عايزها هيفحصها في نفس العينة دي. بس في ملحوظة بقى مهمة لازم ان احنا ناخد بالنا منها، ان حجم العينة مش بيبقى واحد بالنسبة لكل الصفات. معناه ايه الجملة اللي انا قلتها دي؟ يعني احنا خلاص، احنا دلوقتي لو احنا المجتمع بتاعنا سحبنا منه عينة زي ما قلنا مثلا مكونة من 90 مفردة، خلاص احنا قلنا ان هي 90 مفردة دي هي العينة بتاعتي، هي اللي انا هفحص واختبر فيها كل الصفات بتاعتنا. بس هنا حجم العينة دي مش هيبقى واحد بالنسبة لكل الصفات. معناه ايه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده الصفات دي بتختلف في اهميتها النسبية. زي ما قلنا لو في خطأ حسابي ده مش هي... ده هيبقى مهم جدا بالنسبة للمراجع، عكس ما يكونوا نسيوا مثلا توقيع على المستند. يبقى احنا بالنسبة لموضوع الاخطاء الحسابية لما نيجي نفحص هل الفواتير دي فيها صحة تجميع للأرصدة والحسابات ولا لأ، هنفحص مثلا 90 مفردة كلهم بتوع العينة. طيب احنا عايزين بقى نفحص صفة تانية أهميتها النسبية أقل من موضوع الأخطاء الحسابية ده. لو احنا مثلا قلنا موضوع وجود توقيع على المستند ده أهميته النسبية أقل، فمش هيفحص 90 مفردة اللي في العينة كلهم، هيفحص بس 70 مفردة. يبقى هنا حجم العينة اختلف من صفة للتانية على حسب الأهمية النسبية. وبرضه علشان معدل الحدوث المتوقع والمقبول مش بيبقى واحد بالنسبة لكل الصفات، قلنا برضه ان هو بيختلف على حسب الأهمية النسبية بتاعة الصفة. يبقى احنا كده عرفنا ان هي عينة واحدة اللي انا بسحبها علشان افحص واختبر فيها كل الصفات، بس حجم العينة ده بقى بيختلف من كل صفة للتانية، بيبقى مش واحد لكل الصفات. طيب بعد كده هنتكلم عن تقييم نتائج العينة. يبقى احنا هنا اخر حاجة عندنا اللي هو تقييم نتائج العينة. احنا قلنا ان احنا اول حاجة بنحدد حجم العينة، وبعدين بنشوف بنحدد المفردات او بنسحب المفردات بتاعت العينة من المجتمع، وتالت حاجة عندنا ان احنا بنفحص المفردات اللي احنا سحبناها دي، واخر حاجة عندنا هنقيم نتائج فحص المفردات. هنقيم النتائج دي بقى، عشان نقيم النتائج بيبقى عندنا 3 خطوات في عملية تقييم النتائج. ايه هي الخطوات دي؟ اول حاجة ان احنا بنحسب حد الحدوث الاعلى. طيب حد الحدوث الاعلى ده بنحسبه ازاي؟ ده بنحسبه عن طريق جدول احصاء. برضو جدول الاحصاء ده زي ما احنا خدنا قبل كده بيبقى الجدول ده بيبقى فيه خطر التقدير اقل من الحقيقة. زي ما قلنا بيبقى عندنا جدول احصائي
لخطر التقدير أقل من الحقيقة بنسبة 5%، وعندنا جدول تاني بيبقى بنسبة 10%. طيب هنا الجدول ده علشان أحدد منه أو أحسب منه حد الحدوث الأعلى، لازم يبقى عندنا إن نعرف حجم العينة اللي احنا اخترناها قد ايه، ونعرف عدد الانحرافات قد ايه. عدد الانحرافات هنا يعني الأخطاء الفعلية، يعني هنا احنا خلاص فحصنا العينة فعرفنا في أخطاء فعلية قد ايه في نظام الرقابة اللي موجود ده، عرفنا الموظفين خرجوا عن النظام ده وعملوا أخطاء وانحرافات عن النظام الرقابة ده عدد أخطاء قد ايه بالظبط. يبقى احنا عند نقطة تقاطع حجم العينة مع عدد الانحرافات، ساعتها احنا بنحدد حد الحدوث الأعلى. دي أول خطوة. طيب تاني خطوة عندنا ان احنا بنقارن حد الحدوث الأعلى اللي احنا حسبناه في أول خطوة، بنقارنه بحد الحدوث المقبول. طيب حد الحدوث المقبول ده بنحدده ازاي؟ حد الحدوث المقبول ده بيبقى بنحدده، المراجع هو اللي بيقدر العدد بتاعه اللي هو ده حد الحدوث المقبول، يبقى ده عن طريق تقدير المراجع. بنقارن الرقمين دول ببعض. طيب الخطوة التالتة بنشوف بقى لو حد الحدوث الأعلى ده أكبر من حد الحدوث المقبول اللي هو المراجع كان مقدره. لما بيبقى حد الحدوث الأعلى أكبر، يبقى احنا هنا هيبقى خطر الرقابة المقدر عندنا هنخليه مستواه الأقصى. يعني ايه عند المستوى الأقصى؟ يعني احنا هنا لو حد الحدوث الأعلى ده أكتر من المراجع كان قايل ان هو الحد الأقصى بتاع المراجع اللي هو الحد المقبول بتاع المراجع، يبقى احنا هنا طلعنا من النتيجة بتاعت اختبارات الالتزام بنظم الرقابة ان خطر الرقابة عندنا هنخليه أكبر مستوى ممكن. طيب اما احنا هنا نقدر خطر الرقابة عند المستوى الأقصى، يبقى اما نيجي بقى ندخل في شغل المراجعة ونبدأ في الاختبارات المراجعة الأساسية، ده هيخليني ان انا ازود عندي الاختبارات والعدد بتاع الاختبارات الأساسية زي ما شرحنا قبل كده. طيب لو احنا بقى الحالة التانية، لو حد الحدوث الأعلى ده كان بيساوي او اقل من حق معدل الحدوث المقبول، ده كده هيخلي ان انا كمراجع ده يعتبر مبرر ليا علشان اقلل واخفض خطر الرقابة المقدر. طب انا دلوقتي لما اقلل خطر الرقابة، يعني انا هنا خطر الرقابة عندي في الشركة خطر نسبته قليلة، يبقى ده هيخليني لما اجي اعمل الاختبارات الاساسية بتاعتي هيبقى حجم العينة بتاعي مش كبير، وهيبقى عدد الاختبارات بتاعتي مش كبير زي ما كان عندنا لو حد الحدوث الأعلى أكبر من معدل الحدوث المقبول. يبقى احنا كده عرفنا ان تقييم النتائج ليه 3 خطوات مهمين. مثال عندنا دلوقتي علشان برضو نبقى شايفين الموضوع ده في الجدول الإحصائي بنطلعه ازاي. هنا عندنا جدول تقييم نتائج العينة لاختبارات الالتزام بنظم الرقابة. هنا عندنا نسبة، لو هو قايل ان هو نسبة خطر التقدير اقل من ما يجب 5%، ده كده جدول بتاع 5%. احنا قلنا عندنا جدول تاني لنسب 10%. طيب لو قال لنا مثلا لنفرض ان حجم العينة بتاعنا 100 وحدة او 100 مفردة، وعدد الانحرافات الفعلية المكتشفة لقيناه ان هو خطأ واحد او انحراف واحد، يبقى الرقم بتاعنا اللي هو حد الحدوث الأعلى هيساوي كام؟ يبقى هيبقى بتقاطع حجم العينة مع تقاطع عدد الانحرافات هيبقى ده الرقم بتاع حد الحدوث الأعلى. يبقى دي اللي هي أول خطوة، زي ما قلنا إن احنا بنطلع الرقم بتاع حد الحدوث الأعلى عن طريق الجداول الإحصائية. بعد كده الرقم ده زي ما قلنا إن احنا بنقارنه مع حد الحدوث المقبول. ناخد بعد كده الأسئلة. سؤال على موضوع فحص مفردات العينة. عندي هنا السؤال بيقول على المراجع فحص كل مفردة في العينة بعناية ودقة، وسحب عينات مختلفة لفحص كل صفة على حدة. لازم نركز في السؤال كويس، علشان هنا احنا لو السؤال عندنا وقف لحد على المراجع فحص كل مفردة في العينة بعناية ودقة، فتعتبر هنا العبارة لحد هنا صح. طيب هنا بيقول ان احنا بنسحب عينات مختلفة
لفحص كل صفة على حدة. كده خلت العبارة خاطئة. طيب ليه؟ علشان احنا قلنا احنا كمراجعين بنهتم ان احنا نفحص اكتر من صفة واحدة في العينة الواحدة. يعني هنا المراجع هيسحب عينة واحدة وهيختبر عليها كل الصفات اللي هو محددها، بس طبعا علشان نفتكر ان الحجم العينة بالنسبة لكل صفة بيرجعها او بيختبرها مش بيبقى واحدة، وده قلنا ان هو بيرجع للأهمية النسبية للصفة. الأهمية النسبية بتختلف من صفة للتانية، فحجم الوحدات او المفردات اللي هيختبرها والمستندات اللي هيختبرها في العينة دي بيختلف من صفة للتانية، بس بتبقى عينة واحدة في الآخر. طيب آخر سؤال عندنا على آخر موضوع اللي هو تقييم نتائج العينة. السؤال بيقول عند تقييم نتائج العينة إذا كان حد الحدوث الأعلى أكبر من معدل الحدوث المقبول، فعلى المراجع مراعاة أن يبقى خطر الرقابة المقدر عند المستوى الأقصى. طبعا هنا العبارة دي هتكون عبارة صحيحة، علشان احنا قلنا ان احنا الحد الحدوث الأعلى ده لازم ان احنا بنقارنه مع حد الحدوث المقبول، ولو أكبر هيبقى خطر الرقابة عندي هيبقى المستوى الأقصى، علشان ساعتها كده هنكبر حجم العينة في اختبارات المراجعة الأساسية، ويبقى احنا كده وسعنا نطاق المراجعة وحجم الفحص علشان ان احنا نختبر أكبر عدد من الاختبارات في عملية المراجعة الأساسية واختبارات التحقق. وبكده يبقى احنا خلصنا الفصل الاول في الباب الثاني، وده اللي مكرر عليكم الفصل الاول بس في الباب الثاني، الفصل الثاني مش مكرر. وكده يبقى الجزء الثاني في المراجعة خلص، واتمنى ان انتوا تذاكروها كويس، وياريت تحلوا الاسئلة بتاعة المراجعة مع اسئلة السكشن عشان دي اسئلة مختلفة عن الاسئلة دي، وبالتوفيق ان شاء الله.